دول نيلي وشريهان، بنتين مولودين في نفس السنة ونفس الشهر، بس الاتنين حياتهم مختلفة خالص عن بعض. الفرق بين نيلي وشريهان زي الفرق ما بين برج القاهرة وبرج الأمل اللي في الطلبية في فيصل. نيلي بتنام في سرير كبير في أوضة أكبر في فيلا أكبر، شريهان بقى عايشة في حارة صغيرة في أوضة أصغر في سرير أصغر. نيلي تقدر تقول عليها من كريمة المجتمع، بنت مرتاحة بتاخد وقت طويل عشان تقوم السرير، وقت أطول عشان تفوق، لكن شريهان بقى ما عندهاش وقت، يا دوب تقوم من النوم تشرب كوباية الشاي وتفطر وتصطبح، ولازم تكون برا بيتها الساعة 7:30 عشان تلحق الميكروباص وتروح شغلها. نيلي بتاخد وقت طويل عشان تختار هتلبس ايه النهاردة من البراندات اللي عندها، وشريهان برضو. نيلي بتختار لبسها على حسب مودها النهاردة عامل ازاي، وشريهان برضو بتختار لبسها على حسب ريحته النهاردة عاملة ازاي. نيلي وشريهان عمرهم ما شافوا بعض، بس النهاردة اليوم اللي حيتقابلوا فيه وحيكون نقطة تحول في حياتهم هما الاتنين، حيبقى يوم تاريخي وهما الاتنين مش حينسوه. نسيت أقول لكم، هما أولاد عم، أحفاد مكاوي أبو الخير الشهير بميكي. توكيل بالإدارة ولا توكيل بالبيع؟ لا توكيل بالإدارة يا فندم. طيب يا فندم، لو توكيل بالإدارة يبقى لازم صاحب العين يجيب نفسه. طب ما أنا أخو صاحب العين يا أستاذ. لا يا فندم ما ينفعش، لازم صاحب العين هو اللي يجيب نفسه. ما حضرتك أنا جيت لك الصبح وما قلتيش الكلام ده يا فندم. يا فندم بقول لحضرتك لازم صاحب العين هو اللي يجيب نفسه، يبقى ما طلعش عينه أنا بقى. اتفضل امشي. يا بنت الطعمية دي، هي مالها مجنزرة كده ليه؟ اوعى تكوني ناوية تسميني. مالها يا بنت الطعمية، مش عاجباكي؟ مش مرتاحة لها، طعمها بايت. ما هي بايتة فعلا، جبتها امبارح وانا راجعة من الشغل. قال لها هي الساعة كام دلوقتي؟ 1:30. في لهوي، انا لازم امشي. بقول لك ايه، لو تستمتعي معايا بس وتغطي يعني مكاني كام ساعة دول، ولو المديرة سألت عليا قول لها اتحصرت فدخلت الحمام. احنا ستر وغطا على بعضينا، بس الشياكة دي رايحة فين؟ هلحق الشغل التاني. طب ومصالح الناس؟ انا مالي ومال مصالح الناس؟ مصلحتي انا ابدا. يلا يا بيه عند مدام هناء. يلا يا بيه. وليه النادي زحمة كده؟ ايه العربيات دي؟ تعال خش علي خش. ايه لا، ايه العربيات الكبيرة دي؟ تعال كده. ايه خش، ارجع بظهرك بقى. تعال خش خش تعال. هو في ايه النهاردة يا عم صالي؟ ابدا يا ست نيلي، اصل التلفزيون جاي يصور مع الست شيسي. ليه يعني ان شاء الله؟ يعني ايه ليه يعني يا نيلي؟ انت عندك اي فكره كميه التشاريتيز اللي بتعملها؟ دي هاف اي ايديا اصلا عندها كام فولور على انستغرام؟ سو ايه الحب الفجاه اللي طلع منك لجيسي ده؟ مش حب ولا حاجه، ام جاست سينج بيكوز يو ار اسكينج ذاتس اول. طب اخرسي بقى دلوقتي. تعالي يا ست هان تعالي. عارفه يا ست نيلي، الست جيسي دي ربنا هيكرمها ويحسن اليها زي ما بتقف مع الناس الغلابه اللي زينا. اي والله يا رب اشوفك يا ست نيلي حاجه كبيره زيها. تعالي تعالي. زيك يا جيسي، عامله ايه؟ بصي شكلها عامل ازاي. يس شي لوكس جورجيس. هتضربي بالقلم على فكره. خلاص انت متعصبه قوي كده يا نيلي، تعالي نمشي. ليتس جو. نمشي؟ يس. لا طبعا مش هنمشي. واتش اند ليرن. هاي جيسي. هاي هاي.
جود لك حبيبتي، ام سو هابي فور يو. بس كنت عايزه اقول لك حاجه، تقريبا الدرس اللي انت لابساه تخنك شويه، عامل لك جناب كده زي كيم كارداشيان بس على وحش. تيك كير. يو ار سو جيلس، ات فيتس مي لايك جلوفز. يلا يا سو. يلا يا جماعه ستاند باي اند اكشن. اهلا بيكم سيداتي سادتي في حلقه جديده من برنامج بنات. تعالي نقعد هنا يا سو، في شويه شمس. ستوب يا استاذه، يا استاذه معلش احنا بنصور هنا حضرتك. على فكره انا بقعد هنا كل يوم وثانك جاد ان انا سايباكوا اصلا تصوروا في النادي بتاعنا عشان بس هي صاحبتي انا اي لاف هير. احنا اسفين يا استاذه، ممكن تخشي كده بالكرسي شويه؟ اوكي. يلا يا جماعه ستاند باي اند اكشن. ومعنا النهارده الانسه جيسي، نحب نعرف منك يا جيسي تفاصيل حمله الالف بطانيه اللي انت عملتيها. والله انا في الفتره الاخيره يعني ابتديت الاحظ كده ان يعني مفيش اعمال فرديه عن فعل. يا استاذه، يا استاذه انا مش عارف اصور. على فكره انا كمان مش عارفه اتصور. ما تصورش يعني. معلش يا استاذ ممكن نعيد من الاول؟ ستاند باي اكشن. والله انا مش شايفه اللي انا عملته ده حاجه فظيعه يعني. يعني انا شايفه ان ده الطبيعي، ان المفروض الغني يساعد الفقير، ان اي حد نبيل عايزه الكوفي بتاعي. ستوب. لو سمحتي يا استاذه احنا بنصور وبنسجل صوت. سوري، هو انا صوتي طالع معاكم؟ انا قاعده ورا. يلا يا جماعه. طب معلش ثانيه واحده. نبيل هات لي الكوفي بتاعي بليز بسرعه، وما تعديش من هنا، عدي من ورا من عند سو عشان هي بتصور حرام. كملوا كملوا يلا. اند اكشن. تحبي تقولي ايه لبنات جيلك؟ والله احب اقول يعني لكل البنات اللي في جيلي ان هو لازم يكون في حياتهم وقت للخير. يعني دي حاجه ضروريه. مش منسي وحشتيني. ستوب. بعد اذنك ممكن اصور في مكان تاني عشان كده اوفر جدا. يلا يا جماعه. اوكي. ايه ده ايه ده، انتوا رايحين فين يا جماعه؟ ام اومس دان. طب قولوا لي رايحين تصوروا فين عشان اجي معاكم. تعالي يا سو تعالي. صباح الخير. صباح النور. انا بحب الخير قوي عشان الولاد تحبني. في ايه يا صباح الهم والغم؟ ما لقيتيش شفتي غير بنتي اللي تلسني عليها. ومالها صباح يا عين امك؟ مش عاجباكي؟ جرى ايه يا وليه يا طرش البلعات يا كنسة الحارة؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه يا وليه؟ الله يرحم، لما كنت داخلة علينا الشارع الكوع مهبب والوش محبب، واللي يستبح بيكي لا يكسب ولا يتسبب. طب لمي نفسك يا عايقة بدل ما مسخر بيكي بلاط الحارة. مسخري مين يا وليه يا خارجي بيت انتي؟ طب فكري كده واعمليها، ده انا كنت افتح قرنك انتي واللي يتشددني. ما تلم الدور يا صباح. ولا وطلع لك حسي يا مرات المزين يا بتوع الفتلة. جرى ايه وليه منك ليه؟ ايه في ايه؟ كلكوا عليها ولا ايه؟ وانتي مال اهلك انتي رخرة؟ ايه اللي حشر؟ صباح ده انا واقفة في صفك. وتقفي في صفي ليه يا حبيبتي؟ كاتعة ما اقدرش اقوم بيهم. لا ده انا اقدر اقوم بيهم وب 18 زيهم. يا حارة عرة، يا حارة واطية، يا حارة لا فيها لا حرمة ولا ذكر. السلام عليكم يا طنط انصاف. فخصة عليكم جيرة معفنة. ميرسي مشكرة. جرى ايه يا خالتي؟ انت مش هتبطلي مناكفة في خلق الله وخناقات البلكونات دي كل يوم كده؟ ما هما اللي نسوان غجر بيخرجوني عن شعوري، لكن انا جوايا ست مؤدبه. هما اللي الماما وغجر ومش من مستوايا. خالتي ما شفتيش البلوزه بتاعتي كده المشكره اسمر في احمر؟ مالك يا بنت متلهوجه كده ليه؟ متسربعه على ايه؟ اصل الواد هاني هيعدي عليا عندنا مصلحه كده في عيد ميلاد. قطع وقطعه سيرته. هو المعدول بتاعك ده مش ناوي يخلص؟ ما هو يا اما يخلص يا اما يخلصنا. يا خالتي انت مش لسه قايله لي الموال ده الصبح قبل ما انزل الشغل؟ ما هو السقع ابن السقع
بقاله 4 سنين وهو مبلط في الخط وما عندوش دم، طالع نازل داخل خارج واكل شارب، وما شفناش من امه اي حاجه. نسيتي يا خالتي تقولي قايم نايم. بتتريقي عليا يا بنت؟ اخس عليكي، انا مش هكلمك يا شريهان وزعلانه منك. انا اقدر ازعلك برضو يا قمر يا زينه البنات، يا سبوحة يا شحرورة انتي، يا فاتنة صفت اللبن. ده انا من يوم ما ابويا وامي ماتوا يا خالتي وانتي الوحيدة اللي محتضناني. I love you. حبيبة خالته يا ناس، كنت هعيط يا شريهان. ما تستهويكيش عليا يا بنت، انتي هتستعبطي. بقولك ايه، سيبيني لما يجي اشك بكلمتين، يمكن يحس يا اختي ويخلي عنده شوية دم. خلاص بقى يا خالتي، ما هو غصب عنه والله، ان كان عليه هو عايز يدخل النهارده قبل بكره، وانا كمان برضو بصراحه يا خالتي بقى. يا نحنوحه يا حلوه، انا قلت انا هتصرف يعني انا هتصرف. يا ريتنا يا اختي جبنا سيره حاجه عدله، اهو جه القرد ابو زديري هيخش دلوقتي يتنطط يتنطط يتنطط. طب والنبي يا خالتي افتحي له بس على مغير هدومي براحه عليه. ها ان شاء الله تتفتح دماغه. ما تتنيل تستنى مسروق على ايه؟ هتخرب الجرس ده، هتخرب بيتك. ما تبطل بقى خبطه في دماغك. ايه في ايه؟ بتسرقنا كده ليه؟ صباح الصباح وليالي الملاح على مداويه الجراح السنيوره صباح. اهو صباح زي وشك والسلام. ايه يا اخويا داخل علينا كده زي عود العصب المسوس، ايد ورا وايد قدام، انت ما بتحسش؟ قلعت برقع الحياه من ساعه ما ربطت البت معاك، ما دخلتش علينا بكيس برتقال. اجيب ايه يا خالتي وانا داخل بيت الكرم كله؟ يعني مهما قلت مش هوفي، ومهما جبت مش هيكفي. مفيش بقى لقمه على السخانه عشان هفتني. طبخه سم هاري تدفع وماله، بس اعملوا لنا سندوتشات بقى عشان مستعجلين. مستعجل على الديوان يا خي؟ اديك هتاخد المعدوله تسرح معاك في الموالد كتك ست النيله. موالد ايه؟ هو انا صاحب معايا غازيه؟ فيها خالتي انت بتكلمي هاني الدبدوب، اكبر دي جي ومتعهد افراح وحفلات في البلد، وان شاء الله يوم فرحك هظبطك. لو على وشك مش عايزه اتجوز، بلاها جواز يا اخوي. جرى يا خالتي؟ انا بتدلع عليكي، انت زي امي. امك؟ امك مين يا روح امك؟ امك بيعت البطاطا؟ بتسلم عليك والله، قالت لي اول لما تشوف خالتك صباح تسلمي. يلا يا شوشو عشان متاخرين. خلاص انا جهزت اهو يا دبدوبي دوبي دوبي. ايه الحلاوه والقلاقه دي؟ عجبك؟ تحفه. كل الشباب صحابي قالوا لي كده. شباب مين يا بنت اللي قالوا لك كده؟ بنكفك يا دوبي دوبي، بهرك بجد التوب. جميل جدا، ده جديد ده صح؟ يعني مش قوي، من ثانوي كده. سنة. انا برضو بقول ايه ريحه النفتالين دي؟ لا دي ريحه الاسبراي بتاعي، بس هي كارفه بس. اسبراي يقضي على الرائحه والحشرات في ان الواحد. لا بقى ماشي. طب يلا عشان مستعجلين. انت كان انت يا هاني، ما تهدي السرعه شويه. بقول لك ايه، ولا تحتك بيا ولا تتكلمي معايا خالص، انا على اخري. ماله اخرك؟ يعني عاجبك يعني الامراض اللي بتامرضها لي خالتك صباح دي؟ طب وايه يعني، ايه الجديد؟ ما كل ما بتشوفك بتأمرزك. ايوه بس الانسان مننا برضك طاقه، وانا هفضل ان شاء الله كده اتأمرز لحد امتى؟ وبعدين انا عملت ايه اصلا عشان الامراض اللي بتأمرزها لي دي؟ ما هي دي المصيبه، ان انت ما بتعملش. عارف لو كنت عملت ما كانتش امراضاتك، انما انت بقالك 3 سنين داخل واكل شارب نايم قاعد رايح جاي. خلاص بقى سك على الموضوع ده لحسن، وكتاب اللي اخش بينا احنا الاثنين في اي وقت. خلاص 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 براحه. مساء الخير. الحقيقة أنا ليا سؤال، أنا أمتلك شركة كبيرة ولا طابورة؟ يعني أغيب 5 أيام أرجع ليا التسايب ده؟ حد يرد عليا؟ زي ما حضراتكم كل أول شهر بتطالبوا بحقوقكم، شوفوا واجباتكم. دينا فين؟ ما حد يرد.
الحمد لله على السلامة يا مستر عبد الله. خير في ايه؟ خير؟ هيجي منين الخير؟ لما يكون عندنا تسليم شغل هاني ومتأخرين عليه ده يبقى خير؟ حضرتك عارفة انك في شركة كبيرة ولا لا؟ أنا لا يمكن أسمح بالتسايب ده. لو مش عارفة أنت شغالة فين؟ تقدري تقدمي استقالتك. ولا كلمة. ورايا. اتفضلي اقفلي الباب وراكي. كلام فاضي. مفيش التزام. وحشتيني يا توتي أوي. أنت أكتر يا عبودي. كان لازمته إيه كل الزعيق اللي أنت عملته ده؟ هنت عليك؟ حركتيني بس عشان محدش ياخد باله. إيه بقى؟ مش يلا ولا هوبا؟ لا. هوبا. هو ده. بابي. أهلا نيلي حبيبتي. وحشتيني أوي. هاي بابي. هاي روحي. طيب يا دينا اتفضلي بس اياكي تروحي عشان عندنا شغل كتير. اه اخبار جنيف ايه؟ ولع ولع ارهاب برضو؟ لا اسعار ارهاب ايه؟ تعالي ارتاحي. انا مبسوط جدا النهارده. للدرجه دي انا وحشتك؟ لا خالص يا بابي، انا خلصت الليمت بتاع كريدت بتاعي ولازم اشتري شانيل باك باك الجديده. بس كده؟ هي دي حاجه بسيطه. انا بقالي 3 اسابيع ماشيه بستيل مكارتني، هفضل عايشه بيها طول حياتي؟ يا حبيبتي اطلاقا انا مستغرب فعلا انت ازاي ماشيه بستيلا ديت. ما تجيبي سقاره ولا حتى هينكل. ايوه يا سو. ايوه نالي، انت روحتي فين؟ سو انا ما بقدرش اقعد في مكان اكتر من كده، وبعدين انا عملت اللي انا عايزاه خلاص. سلمي لي على سو. ايوه انت هتجينا على عزا مامت بيكو ولا هتعملي ايه؟ انت فاكراني فاضيه؟ انا ورايا حاجات كتير قوي، لسه عندي بول دانسينج كلاس، وبعده عندي يوجا، وبعدين عندي بيلينج، وبعدين هعمل ضوافري. كل ده مش عاجبك يا بنتي؟ مش هينفع نسيب البنت في الظروف دي، مامتها لسه ميته. انا مش بحب الاعزاز، وبعدين ما بحبش بيكو اصلا، فمش هاجي. نيلي ما تنسيش تسلمي لي عليها عشان بابي. ثانيه حبيبي بتكلم. اوكي. طب انت عارفه مين هيبقى هناك؟ شادي. طب تحبي نتقابل هناك ولا تجيلي؟ ابقى قاعد عليكي. باي. طيب اوكي باي. باي ايه؟ اديك قفلت وما سلمتيش عليها. بابي انا هتاخر النهارده. لا يعني ايه تاخري؟ احنا قلنا مفيش تاخير بعد الساعه 2. معلش عندي عزا مهم جدا لازم اروح. عزا ايه اللي في اخر الليل ده؟ ليه في الجندول ولا برزيانه؟ بابي ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضلي. انا بجد مش عارفه ازاي مامي الله يرحمها الست كلاسي الشيك، شي واز كوين، مش عارفه ازاي كانت مندمجه معاك. انت كل حاجه بتحبها بلدي. الويج اللي انت لابسها دي بلدي. ويج ايه يا حبيبتي؟ دي باروكه. دي عامله زي بتاعه المغنيين. ما تجيب واحده زي بتاعه نيكولاس كيج. عندك حق، انا كنت رايحه اجيب فعلا اجيب واحده رزي، بس قالوا لي ما فيش اكس لارج. بابي مش دي بس اللي بلدي، كل حاجه بلدي. كلامك، اصحابك، السكرتيرات اللي بيشتغلوا عندك هنا كلهم بلدي. يعني البنت اللي قبل دي اللي شعرها كيرلي كانت احسن شويه. بليز بقى بلاش الجو ده عشان ما اتكلمش كتير. ما قلتليش عايزه كام فلوس؟ عايزه $5,000. I love you by the way. I love you too. يلا ناخد سيلفي عشان احطها على انستغرام واقول لك الحمد لله على السلامه. بس 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 فرح 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 فرح. يلا العرس الصغيره بقى كلها تيجي. الاطفال اطفالنا الاوفياء يجوا. يلا يلا ثروه بلدنا اهلا بيكم. يلا نبطل فرك بقى. لا لا عيب، نبطل فرك ونهدى. انت مش قلت العيال الصغيره تيجي؟ يلا بتتزحلق. يلا تعالوا نهدى ونثبت. يلا دلوقتي نسمع سقفه كبيره قوي عشان فكره الاراجوز. كمان سقفه كبيره. صحيح سالي واحده، ده مين صاحب العيد ميلاد؟ اهو تعالى تعال 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 تعال. اهلا 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 اهلا. اسمك ايه؟ اسماعيل. اسماعيل اسماعيل ايه؟ احمد محمود الجدي. اسماعيل احمد محمود الجدي، اهلا وسهلا. بقى عندك كام سنه يا اسماعيل؟ سانك. سانك هو بيشكرني ليه؟ لا سانك بالالماني يعني 8. 8 ده عنده 8؟ لا عندي 5. 5 سنين. اه 5 سنين. طب وايه احساسك بقى يا سمعه وانت بقى عندك 5 سنين؟ يعني كنت لوحدي وبعمل الحاجات دي. انت كل واحده كنت بتعمل الحاجات دي؟ حاجات ايه؟ ايه الحاجات اللي يعني ما كنا لوحدي بتاكل لوحدك؟ تمام حلو. طيب يلا بقى ايه نغني لسمعه هابي بيرثداي تو يو. هابي بيرثداي تو يو. ايه ده عبيط؟ عبيط ليه كده؟ ليه يا سمعه؟ عبيط ده انا كانت في فرصه النهارده تورته.
من غير تورته؟ غير تورته. اه طب ايه نجيب له تورته يعني ولا ايه؟ ناصح ناصح. طب نغني ايه يا سمعة؟ فرتكه 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 فرتكه. طب يلا فرتكه فرتكه على الطبلة وعلى السكسكه، فرتكه فرتكه على الطبلة وعلى السكسكه. يلا يلا يا سمعة يلا. اروح العب بقى. ماشي روح العب. ايه الطفل الغريب ده؟ فرتكه ايه؟ يلا خدي بقى. هاي عليكم يا ولاد. هاي يا ترى فين لوز الأراجوز؟ اطلع يا لوز يا أراجوز يا عبيط. اطلع يا لوز يا عبيط. اهلا وسهلا بأطفالنا الحلوين، دلوقتي هنلعب. ما تستعجل شوية، ما هو الأراجوز اللي بيكلم كده. دلوقتي هنلعب ألعاب جميلة، بس لازم أنده للمساعدة بتاعتي. يا عبلة يا عبلة. أهلا 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 يا ولاد، ما تلم نفسك شوية يا لوز يا أراجوز. ما أنت اللي بدأتي يا عبلة يا هبلة. لازم تلم نفسك عشان ما خليش ليلتك نكد عليك وعلى دماغك. ما بقتش تفرق معايا مدام اصطبحت بوش العقربة البومة الشريرة خالتك صباح. طب وحياة أمك لا قول لها عشان تأمرزك. وتأمرزني ليه؟ عشان بقالك 3 سنين مبلط في أمها. مبلط في أمها؟ هي قالت مبلط في أمها؟ قالت آخرنا 10 minutes. أنا مش بقدر أستحمل الأعزية دي، بتبقى كئيبة قوي. أصلا مش عارفة بقول إيه دلوقتي، بقية في حياتك شدي حيلك something like that. إيه بنتي الكلام القديم ده؟ كل الناس بتقول البقاء لله. أوكي أوكي. فين بيكو؟ هاي here she is. بيكو حبيبتي البقاء لله. بصي يا حبيبتي هيدك البقاء. بليز اوعي تتضايقي. الحمد لله انا احسن كتير. برافو عليكي، شيلي كل النيجاتيف انرجي اللي حواليكي عشان تريحي روحك وروح مامتك الله يرحمها. كانت تعبانه قوي في الاخر بس الحمد لله استريحت. برافو عليكي، خليكي كده بوزيتيف. حتى لما تفتكريها افتكري لها الحاجات الحلوه. فاكره لما كانت بتيجي توصلك للمدرسه الصبح؟ انت عارفه يا سو كلنا كنا بنيجي بالدرايفرز الا ماما بيكو كانت بتصمم تسوق في البرد عشان توصلك. سو سويت. فاكره كانت بتدخلنا كلنا كلاسز وبعدين تستنيكي كده عند السور وتشاورلك. فاكره؟ اه شي سو كيوت. لا كانت فظيعه، انت مش فاهمه العمليه اللي عملتيها. زايده ايوه زايده. فاكره فاكره؟ لا يا بيكو انت مش فاكره، انت كنتي بينج، انا كنت واقفه معاها بره. انت مش فاهمه الست كانت منهاره. ايوه كانت عماله تقول لنا انتوا عارفين مين اللي جوه؟ بيكو اللي جوه، حته مني اللي جوه، كان ناقص نجيب لها اوضه جنبك. خلاص خلاص. وخطوبتها انت ازاي نسيتي؟ اوف ازاي نسيت؟ نيلي بليز ستوب ات. خلاص خلاص. لا يا بيكو ده احلى موقف في العالم. الست كانت خلاص على اخرها في المستشفى وصممت تيجي على عكاكيز عشان تشوفك في القاعه وتعمل لك سربرايز. بس يا خساره هي مش هتلحق تشوفك وانتي عروسه. خلاص بقى حرام عليكم بقى. يا حرام حرام فعلا. She's not strong enough عشان تستوعب الموقف. ايه هاني في ايه؟ حرام عليك انا مش عارفه اشوف رجلي من البتاعه دي. كيه ما خدتش بالي. خبط تاني على فكره. خلاص الراس بعيد عني. طب ركز بقى شويه ركز. الله يا حبايبي يا حلوين، يلا انت يا صغير طلعت بره يلا. اه مش قادره اتنفس يا هاني، ما توقف الكراسي دي حرام عليك انا مش قادره اتنفس. يلا يلا حبايبي. انت ليلتك سودة وحيات عمري ما انا سايباك. انت جننتي ولا ايه؟ الله انت بتضربني؟ حرام عليك انا قاعده مستحمله من بتاع الزفت. ايه ده؟ يا بنتي الغبيه انت بتضربيني بالكرسي. انت كمان غبي يا هاني. انت ليله اهلك سودة النهارده. بنتك يا بنتي مجانين اطلع بره. انت غريبه مجانين اطلع بره. اطلع بره اطلع بره. اطلع بره. شادي شادي how do I look? You look great. هاي شادي. هاي
هاي ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا شادي؟ تمام. هو انتوا جايين مع بعض ولا انت لقيتها على السلم؟ لا احنا جايين مع بعض. هو انت ما تعرفيش ان احنا اتصاحبنا ولا ايه؟ وان شاء الله خطوبتنا قريب قوي، اكيد هنعزمكم. ايه ده مبروك! I'm so happy for you guys. Thank you so. You're welcome. Oh. Bye Pico. اثبتي يا شوش، اثبتي. هذا انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ انت ايه اتجننتي؟ بتضربيني بالكرسي؟ مفكره نفسك بتتخانقي في خماره ولا انت امير قراره ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انت اللي كنت جوه الدبدوب؟ ما خدتش بالي. وحياه خالتك؟ ايه؟ بت انت بت؟ إيه؟ واحنا كل ما هنقفش على بعض ولا هنشد مع بعض هتمد ايدك عليا؟ راعي يا ماما ان انا عيل غبي، يعني ممكن في مره اديكي ضربه موتك. نعم يا اخويا. هو انت عايز تمد ايدك عليا واقف ارقص لك؟ هتمد ايدك همد ايدي. والنبي. اه. طب تعالي بقى، تعالي اوريكي مد الايد، تعالي. اطلعي بره يا جبانة. اطلعي يا جبانة. انت برتقاله ولا سحلفه ولا ايه؟ ما اطلعي. مش طالع. ماشي. ماشي يا شوش. انا مش همد ايدي تاني يا شوش. تمام؟ انا همد رجلي بعد كده. همد رجلي. انت بتضرب، انت بتضرب يلا عشان اشحن. طب وحياة امي. طب اصبر. هتعملي ايه؟ اصبر عليا. اه. اه بس بس. خلاص كفايه هتقلب بجد على فكره. بس يلا اتنقلي اركبي عشان اوصلك. اسف، لازم تعتذر لي الاول. يا جبانه ده انت اللي ضرباني ومهزاني قدام الناس، اعتذر لك ازاي؟ انت برضك اهنتني قدام الناس تعتذر لي الاول. طب اتمسي يا شوشو احسن لك. متاسفه، كرامتي فوق كل شيء، لازم تعتذر لي الاول لانك اهنتني وبهدلتني قدام الناس وانا مش هسامحك. ودلوقتي كمان بتضربني في بطني. ليه بتضربني في بطني؟ مش هسامحك يا هاني. هاني 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 تعالى، ما حصلش حاجة. هاني تعالى. هاني ايوه يا سو، ايه اللي مشيت ليه؟ كان لازم امشي طبعا عشان ما اقعدش اتفرج عليهم. البتاع دي كانت هتقعد تغيظ فيا بجد. زفته وهو حيوان، لايقين على بعض قوي. سو، هو انت لسه قاعده عندك بتعملي ايه؟ لما انا امشي انت تمشي. يلا قومي. ولا اقول لك خليكي خليكي خليكي، ابعتي لي دلوقتي حالا ريبورت على واتساب، قولي لي بيعملوا ايه، صوريهم لي على الموبايل. باي. حسابك كام يا حاج؟ 175 قرش. حاضر. انا غبية عشان انا اتدلقت عليه. انا بجد غبية غبية. عايزة اتسحب تتفصل زي دي يا جماعة، حد يلحقني. Oh my god, no way! No way! No way! بابي الحقني، انا خبطت برتقالة من العربية. لا، I guess مصرة. عارف يا شريف، تعرف ان انت من ارجل ناس عرفتها في حياتي بجد، ونعم الصح. يعني بجد مش عارف اقول لك اسف بجد، في يعني احنا في قاعده زي انت دي. انت بتعمل ايه؟ بدوق البرتقال. بتدوق البرتقال بتاع ليه وتحط بقك في البرتقال بتاع ليه يا شريف؟ في ايه؟ طيب ما اعرف يا شريف، ما تحطش بقك في الكوبايه بتاعتي، ما تطلب برتقال يا عم. ما انت طلبت شاي. ماشي ماشي. اوبا، في ايه؟ في حتتين قاعدين لوحدهم، لو علقناهم وخدناهم وروحنا بيهم ديسكو. ديسكو؟ انت قديم. امال اسمه ايه يا عم الابديت؟ اسمه باب كلاب. محني محني. سو، الولد شكله نيرد قوي. اتعلم بس، اتعلم. شوف انا اعمل ايه. اتعلم اشقاط. تعمل ايه؟ ايه المتخلف اللي جنبه ده؟ بيعمل كده ليه؟ سو بيئه لزج قوي.
خلاص جم بيبصوا لنا. بيبصوا لنا اكيد بيبصوا على حد تاني. احنا حد يبص لنا اصلا؟ انت ايه الدوجلاس دي؟ عايز سكسوكه دي بالنسبه لك عادي؟ سكسوكه ودوجلاس قديم. انت دلوقتي جبتيني هنا اني سيردن تلمي انت هتخشي عليه زي الكائن ده. هقوله ان انا معايا في الجامعه وعايزاه يساعدني في البروجكت. جامعه ايه يا نيلي هتقولي لي عليها دي؟ احنا متخرجين من زمان جدا. هقوله اي كلام يا سو اي كلام. اهم حاجه ان انا ادخل بيته وافتح الكمبيوتر بتاعه واجيب صور الزفته. طب والنبي بس ما تتكلمش خالص، لما يجوا يقعدوا معانا اعمل نفسك ابن خالتي ماشي وخلاص. اوكي. بس مشكلتي ان هو سنتوح قوي، يعني واضح ان انا اللي لازم اروح اتكلم معاه. ترو. يا نهار اسود. ايه اللي علينا؟ ضربونا الصبح في الجراج. قصدك اللي ضربونا انا؟ بغض النظر. مش بغض النظر، انا مش هتضرب تاني يا سيف. انا مش هتضرب تاني. مش هتضرب، يلا نمشي عشان ما نتضربش. ماشي. يلا نزوق بسرعه. ماشي. شريف ما حسبناش. مش مهم مش مهم. قومي قومي. ليتس جو. الحمد لله ان احنا هربنا. الحمد لله. انا مش قادر اتضرب تاني خلاص، مش قادر اتضرب. بصراحه شكلك الصبح وانت بتتضرب كان يموت من الضحك، خصوصا الواد اللي ماسكك من رقبتك وزنقك في الازاز وانت عامل كده شكلك كان يقتل. في ايه يا سيف؟ في ايه يا سيف؟ ما تزعلش. يا لهوي. ايه؟ احنا متراقبين. من مين؟ تقريبا العيال اللي ضربونا الصبح خرجوا وراني بالكافيه وجايين. يا نهار اسود. عايزين ايه تاني بقى؟ عايزين ايه تاني بقى؟ ما انا اتضربت واتشتمت، عايزين ايه؟ عايزين تف عليك ما تفوش. على فكره هتتضرب معايا على فكره. لا اتضرب. انا اللي هضربك. مش عايز اتضرب انا، ما ينفعش اتضرب. انا خايف مش قادر. طب بص انا عندي فكره. ايه؟ احنا اول يمين ها. هنخش ونركب. لو دخل ورانا وركنوا يبقى هنتنفخ. لو ما دخلوش؟ لو ما دخلوش ايه اللي لو ما دخلوش؟ يبقى مش عايزيننا، هي دي محتاجه فقاقه. ماشي خش خش خش. العصابة اللي ماشية ورانا بتراقبنا. أنا نايم جنبك ولا إيش حرفني وأنا نايم جنبك أهو. طب اطلع شافهم لك أنا ولا لسه؟ مش هينفع مش هينفع، أنا اتضربت كتير أوي النهارده يا سيف، اتضربت كتير أوي يا سيف. ما ينفعش أطلع أنا، أنت قوي، أنت قوي يا شريف، أنا لو طلعت هتضرب. ركنوا ركنوا. اهدى ركنوا. اهدى. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ركنوا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ايه ده؟ ما انت اللي غبي، سمعنا في الشارع مقفول يا غبي. ما انا كنتش عارف ان هو مقفول. سو هما منيمين الكراسي ولا انا مش شايفه؟ لا منيمينها. اي كانت سي اصلا دماغاتهم. منيمين الكراسي في شارع جانبي ضلمه. انا عملت حسابي وعارف ان غبي. عملت ايه؟ برفان ودورت برفان. مش برفان. مش برفان. امال ايه؟ سيلف ديفنس. والمصحف انت برنس. ايه رايك؟ ابوك لو عارف اني معاك في سيلف ديفنس اقسم بالله ابوك هيبهدلك. هيبهدلني ليه وانا معايا نسوان؟ ازازة تنقذنا في اللي احنا فيه. خلاص اول ما يجوا من الشباك بتاعك انت هتشوفهم على طول. ماشي ماشي. ايه انت غبي قوي غبي قوي. افرج كم الازاز بتاعك انت، هنعمل ايه؟ تبقى مصيبه تبقى مصيبه. انت هتنشهم. طب خلاص خلي في النص خلي في النص. ماشي ماشي ماشي. لا 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 مش قادره، الكيوريوزيتي هتقتلني، لازم انزل اشوف بيعملوا ايه. لي ار يو كريزي؟ نو دونت جو. ليه يا بنتي دونت جو ليه؟ انا لازم اعرف. لا اتس تو دينجرس دونت جو. دينجرس ليه؟ دول نيردز اصلا هيعملوا لي ايه؟ انا نازله. نيلي بليز تيك كير. اوكي اوكي. نزلوا جايين من عندك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا هتصرف ازاي؟ هتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ رش في عين، رش في عين. لو بصيت في عينه ده هتترعش هتقع مني. مش عارف مش عارف. اضرب اضرب اضرب. عيني عيني انسه. نيلي انا اسف على اللي حصل امبارح. خلاص مفيش مشكله. اصلا كان في عصابه بتطاردني امبارح فانا فكرتك احد افراد العصابه. بليز لو سمحت كفايه، ما تخلينيش اكرهك اكتر ما انا مش طايقاك. بجد كفايه ان انت السبب ان انا ما نزلتش صورتي على انستغرام النهارده، ودي كارثه. طب معلش انا اسف، ممكن بس اطمن على عينيكي؟ خلاص اتس ماتش بيتر النهارده، مش لازم. معلش بس ممكن تقلعي النضاره اشوفها؟ والله صدقني مفيش. خلاص يعني عشان ضميري بس بيوجعني. معلي انا اسف بس هو الدكتور قال لي انها تورم شويه، بس قال لي انها هتخف على بالليل. لا اله الا الله لا اله الا الله. هو الدكتور قال لك هتخف على بالليل ولا هتعيش بالليل؟
هي بايظه قوي كده؟ لا خالص خالص خالص. البسيها بس بسرعه، البسيها البسي. طيب بص يا سيف، انا كنت عايزه اطلب منك طلب. عايزه فلوس؟ عايزه كام؟ لا 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 خالص، انا معاك في الجامعه. ايه ده جامعه ايه؟ معايا انا؟ مستحيل، ما شفتيش قبل كده. ازاي يا ابني؟ ده انا بقعد وراك في كل كلاسز. ما حصلش، لو بتقعدي ورايا كنت اعرف يعني، انا بحضر على طول. ما طب افكرك، انا مره استلفت منك استيكه. مستحيل تستلفي مني، لان انا مش هسلف استيكه لحد، لان اهم حاجه عندي الاستيكه. طب ثانيه، الاستيكه عليها فراوله ومتعضعضه من الجنب. متعض انا ما اتعضعضش الاستيكه عشان اعرف اهميتها، ما اتعضعضهاش انا. وبعدين كان امتى؟ كان يوم ايه؟ كانت محاضره الدكتور مين لما خدت مني الاستيكه؟ طيب ممكن ننسى حوار الاستيكه دلوقتي، انا عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي، عشان انا عارفه ان انت من الستودنتس اللي شاطرين قوي في الجامعه، مع انك شكلك اكبر من سنك. لا انا فعلا سني كبير، اصلا درست جامعتين ودي الجامعه الثالثه ليا. للدرجات دي بتحب التعليم؟ لا مش حد بيحب التعليم، بس انا فاهمك. انا ماما كان نفسها ادخل كليه الحقوق، فدخلت كليه الحقوق عشان ما تزعلش. بابا بقى كان نفسه اخش كليه سياسه واقتصاد، دخلت طبعا عشان بابا ما يزعلش. بعد كده بقى درست الحاجه اللي بحبها، اللي كان نفسي اخشها من الاول، كليه الهندسه، عشان انا ما ازعلش. ايه ده يور سو سويت، اي حد بيقول لك تدخل اي حاجه كده بتدخلها. طب معلش انا هطلب منك طلب، بس هو مش ده الطلب الاصلي يعني، ده طلب تاني جالي دلوقتي. انا كنت عايزه ادخل باليه، ممكن تدخل معايا؟ والله لو هتستني لاخر السنه دي اخلص المشروع بتاعي، ما عنديش مانع ارقص معاك يعني. اوكي هستنى. نرجع بقى للطلب الاولاني الاصلي. اتفضلي. انا كنت عايزك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي. ايوه يعني عايزه ايه بالظبط؟ يعني اجيب لك مراجع، اكتب لك مقدمه، ارسم لك ماكيت. بالظبط كده، عايزك تكتب لي مراجع وترسم لي مقدمه وتجيب لي موكيت. اجيب لك موكيت؟ اه. وانت بقى مش تعملي اي حاجه يعني؟ انا هجيب لك كل حاجه وما تاخدي المشروع بتاعي احسن. بص يا سيف، انا امبارح خليت بابي يكلم رئيس المباحث عشان يقبض على العمل كده في عيني، بس ما قلتلوش اسمك، لكن دلوقتي حالا اكلمه واقول له اسمك عادي. لا لا، وتقولي له ليه؟ ما تقوليش اي حاجه، وانت لو احتجتي اي حاجه انا هعملها لك. اقول لك مش عايز الاستيكه، ومعايا ليك حته برايه بمرايه، انما ايه جميله، ومعاكي رقمي كلميني. ما يعني انا مش هتاخر عنك في اي حاجه، بس يا ريت ما تقوليش. ايه الصوت ده؟ لا ما فيش، ده طفل صغير خبط الترابيزه ووقعها على الارض. ولد شاوي، اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ حمزه. حمزه شقي يا حمزه. حمزه ما تمشيش حافي عشان الازاز ما يخش في رجلك يا حبيبي. معلش سوري، انا همشي بقى دلوقتي لان الدكتور قال لي لازم اريح عيني. طيب تحبي اوصلك؟ لا لا خلاص شكرا. هي فين بقى؟ هي مين؟ شنطتي. مع حمزة. الشنطة مع حمزة. يا حبيبي شقي شقي شقاوة، خدي الشنطة يا حبيبي. بصي سيب يا حمزة، سيب يا حبيبي، سيب. بيقول لك باي باي، عنده خصلة حلوة قوي حمزة. ثانك يو سيف، باي باي. طب يعني أنا مش هينفع أسيبك في الحالة ديت، لو أوصلك يعني. مالها الحالة؟ في أنا كويسة، أنا بعرف أتحرك لوحدي على فكرة. تمام خليك، أقعد أقعد، مفيش مشكلة خالص. وبعدين بقى يا حمزة في إيه؟ أنا بلعب معاك؟ فين مامة حمزة يا جماعة؟ احنا في نيرسي ولا ايه؟ بتسيبوا ولادكوا كده؟ قدك انا؟ قدك؟ خلاص ما تزعلش، مش هزعقلك تاني. ديني ولا ديني؟ ديني ولا سيف سيف. ايه يا شريف؟ بقول لك يا سيف، الطماطم احلى ولا الخيار الهالات السوداء اللي تحت العين دي؟ البتنجان المخلل. معلش يا شريف اللي انت عامله ده، انت حاطط من الماسك بتاع ماما؟ ما ده اللي لقيته عندكم، وبعدين حبيت اعمل كده عشان بصيت تبقى ناعمه ونضره، عشان لما نيلي تيجي بكره تلاقيني زي القمر. وانت مالك ومال نيلي؟ نيلي دي بنت مؤدبه ومحترمه. انا مش عارف ايه اللي خلاني اوافق انها تيجي هنا. ايه المشكله انها تجي لنا البيت يعني؟ ايه العيب في كده يعني؟ المشكله انها بنت وجميله. ايه المشكلة في كده؟ ما تبقى تعرفنا على بنات صحابها الموزز ونخرج معاهم ويجوا لنا البيت ونروح لهم البيت ونروح معاهم ديسكو. شريف أنا جايبك هنا عشان ما اقعدش أنا والبنت لوحدينا، لكن تروح تقول لها بقى عرفيني على الموزز صحابك وجو التحرش بتاعك ده أنا ما بحبوش، وما بحبش كلمة ديسكو، لما تلاقيني داخل بحنان شوقي يبقى أقول ديسكو. طب بعيداً بقى عن كل ده، أحط طماطم ولا أحط خيار؟ حط قتة. فين؟
بقولك ايه، هو انتوا لما بتعوزوا تاكلوا بتاكلوا ايه؟ يعني الشبراوي بيجي دليفري؟ يخرب بيت سألت تدويرة وشك. حد عايز حضرتك يا استاذ؟ حد مين ده؟ صباح الحنان على احلى شريهان على مر الزمان. هانيك انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ في يا شوشو دي مقابله تقابلي بيها خطيبك. هو انت ليك عين تيجي بعد اللي عملته في الدريم بارك؟ والله يا شوشو انا كان قصدي خير، وبعدين انا عمال اكلمك من ساعتها وانت اللي ما بترديش عليا، وبعدين لو انت فاهمه ان انت بكده بتخلعي من هاني الدبدوب فلازم تفهمي ان هاني الدبدوب لسه حبوب. من فضلك يا هاني، احنا هنا في مكان عمل، يعني ما ينفعش الزيارات الخاصه دي الا لو كنت عايزني في شغل. طب ما انا عايزك في شغل. شغل؟ شغل ايه ده بقى؟ مش انتوا شركه شحن؟ ايوه. انا جاي اشحن. تشحن ايه؟ اشحن بعشرة. تشحن بعشرة بس؟ طيب عشان خاطر الشمسيه دي هشحن ب30. لا في ب25. لا انا خارج من ذمتي 30 والخمسه ليك. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مين ده؟ مستر منير ده باينك زبون، مش انت زبون؟ زبون؟ اه انا زبون. و كنت جاي اشحن يعني. جاي تشحن؟ تشحن ايه؟ اشحن ب50. نعم 50 ايه؟ طيب ماشي، انت مستلم يعني عشان شركه وانتم موظبين ومكلفين. هشحن ب100 مش هيخسر. هات التليفون اشحنك على الهوا، مفيش ب100. انت جاي تهزر؟ خلاص يا مستر منير خلاص، هو اساسا كان ماشي، مش انت كنت ماشي؟ مش ايه؟ لا مش بقى هي بقى كده يعني. طب على فكره بقى انا مش زبون ولا حاجه، ودي تبقى خطيبتي. لا خطيبي ايه؟ هو انت خطيبي؟ هو انت وقعت على دماغك ولا ايه؟ في ايه يا بنت؟ مش عارفه ليه نسيتك فجاه ارتبكت بقى. امشي هاني، ابوس ايدك عشان خاطر امشي. ماشي يا شوشو همشي، بس الاول تقولي لي سامحتك. سامحتك يا هاني؟ لا قولي لي سامحتك يا دبدوب. سامحتك يا دبدوب. لا ما تاكلنيش يا ماما، قوليها زي ما بتقولها لي. سامحتك يا دبدوب دبي دبي. ايوه الغلاسه اللي انتوا فيها دي، اتفضل اطلع بره يا سخيف. انسى شريهان. ايوه فهمت. ما ينفعش ابدا، احنا هنا في مكان شغل، ما ينفعش اي زيارات عائليه فيه. وبعدين انت بقالك كام يوم وبيجي لك زيارات، قدام شويه هيحصل ايه؟ اسفه يا فندم، اوعدك مش هتتكرر تاني. خلاص سامحتك. وبعدين ايه البتاعه اللي على دماغك دي؟ اصل انت كيف عمال ينقط فجاه؟ انت هتحكي لي قصه؟ اقلعي البتاعه اللي على دماغك دي يلا فورا. حاضر يا فندم، اتفضل. انا هجربك في شغل، اما نشوف. عايزك تعملي لي فايل تحط لي فيه كل حاجه عن الشحنه بتاعت ايطاليا اللي رايحه الصين، اتفقنا؟ حضرتك دي لعبتي، 5 دقايق وتبقى عندك. دي مواعيد ساعة نستناكي. مش ده بيت سيف؟ سيف موجود؟ ولو مش موجود ما ينفعش شريف خالص؟ انت بتستظرف بقى بصراحة. اهلا يا نيلي، ازيك؟ بطل غتاتة يلا، وبعدين اقلع الرب بتاع ماما عشان لو شفتك لابسه هتبهدلني. الفسكوزة بتاع ماما؟ ايوه اقلعه. انا مالي، ادخل ولا ايه ده؟ بطل غلاسة. طبعا اتفضلي يا نيلي اتفضلي. واو استغفر الله العظيم يا رب، الحمد لله على كل شيء يا رب، صبرني. أنسة شريهان. أيوة. في واحدة بتسأل على حضرتك. واحدة؟ في إيه النهاردة بس؟ يا لهوي يا لهوي يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك يا حبيبتي. المكتب الشيك ده بتاعك يا بنت؟ يا اختي علي يا حبيبة خالته، بينها بدت لك في القفص يا بنت. ايه اللي جابك يا خالتي؟ اخسى عليك، ايه اللي جابني؟ وهي بنت اللي انت لابساه فوق دماغك ده، انت بيشغلوكي هنا ايه؟ بتاعة شماسي بتفرديها يعني؟ ولا بتشتغلي هنا ايه بالظبط؟ معلش اصلها بتمطر عندي هنا. المهم انت ايه اللي جابك دلوقتي بس يا خالتي؟ اكس عليكي تاني هتقولي لي ايه اللي جابك؟ بصي بقى، انا جايبه لك لقمه يا روح خالتك تاكليها كده بالهنا والشفا. لهوي جايبه لي اكل هنا في الشركه اكل؟ امال هجيب لك فين يعني؟ وبعدين انا فرحانه بيكي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل هنا ده؟ ايه الغاغه دي؟ احنا هنا فين؟ في شركه ولا في مولد؟ انا اسفه قوي يا مستر منير، وبعدين انا ما اعرفهاش اصلا، انت مين يا ابله؟ اخسى عليك يا بنت، بتتنكري مني؟ انت تاني يا شريهان؟ انا مش اقلعي البتاعه اللي على دماغك دي الاول وانا بكلمك. ماشي.
انا مش كل شويه حد يجي يزورك في الشركه، ما ينفعش. مشغلين عندنا مين؟ صوفينار. ايه يا اخوي مالك عمال تزعق فينا كده ليه؟ فزعت البيت وفزعتنا انا كمان. ايش حال يا اخويا اللي ما كانش عمها صاحب الشركه دي كلها؟ لو سمحت يا مدام انا مش بكلمك، انا بوجه الكلام للموظفه اللي بتشتغل عندي. وبعدين يا شريهان ايه الاشكال البلدي دي؟ بلدي انا؟ بلدي يا ابن السمن البلدي. تقصد مين بالسمن البلدي؟ استنى يا بنت انا اعرف اكلم الاشكال دي كويس. خلاص يا خالتي بلاش ده، بلاش ده بالذات. ليه بلاش ده بالذات؟ مدير يا خالتي ابو سمن. مديرك الراجل البطريق ده مديرك؟ بطريق الامن مدير فيه الحقني. مستر عبد الله ست صباح. اهلا وسهلا. ازيك يا سي عبدو؟ انا كويس الحمد لله. خير يا فندم، في ايه؟ تعالى يا اخويا شوف موظفينا عمال يشخط فيا من ساعه ما جيت وانا قاعده اعيط اعيط. اتهنت والله؟ اتهنتي؟ مستر عبد الله انا اللي اتهنت. منير ارجوك مستر عبد الله بليز ارجوك. منير اتحرك. موفيت. ميرسي. ناس اتفننوا واتحفوا وناس اتكوروا واتحدفوا. الله على الزجل ده، مش ممكن. ده صلاح جاهين؟ دي صباح جاهين. طب مش تقول لنا هاني من الجايه كنا على الاقل دهنا الارض مربى؟ والله يا سعبده انا ما كنتش جاي، بس البت الغلبانه دي صعبت علي، قلت اجيب لها حاجه تتوتت بيها. طب تصوري بقى ان انا زعلان؟ يعني تجيب البنت لقمه وما تجيبليش انا؟ ودي حاجه تفوتني يا سعبده. استنى بس ده التقيل جاي ورا. لا يبقى ناكل في مكتبي بقى، وسع ونزروت براحتنا. اتفضلي هاني ما حصلك. طب والمكتب ده يروح له منين يا سعبده؟ اه شوفي لو عديت المكتب الاول ولا اقول لك انت هتحسي بنفسك. حاضر من عينيا يا سعبده. هروح أأكل سي عبده الأول وبعدين أبقى أرجع لك. مش هتأخر. ماشي يا خالتي. أوي. آه أهلاً أهلاً شريهان. إيه يا عم؟ إيه يا حبيبتي عاملة إيه في الشغل هنا؟ الحمد لله يا عم. طب شوف أنا عايز أقول لك على حاجة، لو غصتي أي حاجة صغيرة أو كبيرة ترجعي لي فوراً أو لمنير. ماشي. هي في بس حاجة واحدة. طب أنا أستأذنك لأني مشغول جداً دلوقتي. طب هقول. باي باي. بيتك يا شيخ، بيتك. ايه ده انت بتقرا مجله ميكي لحد دلوقتي؟ اه انا عارف انها حاجه عيالي، بس انا بقرا ميكي لحد دلوقتي. مش عيالي خالص. انت عارف ان انا جدي صاحب مجله ميكي هو اللي كان بيكتبها زمان؟ مش معقول، ده جدك ده كان راجل عظيم. طبعا عظيم يا ابني، ده جدي. تشربي حاجه؟ سوري تشربي حاجه؟ شاي قهوه؟ نجيب بريل ونخربها؟ الشيء ده مستفز قوي. البريل؟ لا انت. هو مين ده؟ ده شريف كان معانا في الكافيه، انت نسيتيه؟ لا مش فاكراه خالص. شريف صاحبي الوحيد وبيعدي عليا هنا كتير، ده كان بايت معايا امبارح. كان بايت معاك وواخد الروب بتاع مامتك، ويرد قوي. لا مش ويرد، هو شقي. يا شقي. يلا تشربي ايه بقى؟ ممكن تريبل بيري كيوي سموذي. ايه؟ سموذي. لا انا ما بشربش الحقيقه. لا هي عايزه تشرب، افهم بقى، هي عايزه تفك، افهم. انا اجيب كحوليات وننبسط؟ لا 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 خالص، انا ما قلتش كده. هات لي ميه. اوكي ماشي ماشي، هاخد وقت في الميه. ها انجز انت بس وفكها كده. يلا يلا انجوي. بصي هو غيتت شريف، غيتت بس قلبه ابيض يعني طيب جدا. فين الفايل بقى بتاع المشروع بتاعك؟ الفايل على اللابتوب، واللابتوب في العربيه، بس انا عندي كوبي على الميل. طب كويس، احنا هنشتغل على اللابتوب بتاعي وهبعت لك كل الشغل بالميل. طيب اوكي ماشي. هات اللابتوب بقى عشان انا لما بكتب بنفسي بستعوب اكتر. بت ايه؟ بستعوب. اه لا انا هكتب انا عشان انا سريع عشان ننجز. يا ابني انا في الكتابه سريعه بس. هذا وقد قرر العالم الفلكي والرياضي البريطاني بريكتور بعد رصده هذه الظاهرة وتمكنه من تصوير لحظة انشطار واجهة الهرم في عام 1920 ميلادية. معلش هي قد بالقاف ولا بالكاف؟ هو انت لسه في قد؟ ايوه بس خليني اتاكد من سبيلنج. بالقاف. قاف اللي هي سيركل وعليها نقطتين؟ ايوه.
اوكي قاف قاف يا له سريعه سرعه اسرع واحده قاف. طيب هذا انت بتطلعي ولا بترجعي؟ ايوه خليني اكتب صح. هذا بالزه ولا بالزاد؟ بالزال. مفيش حاجه اسمها زه ومفيش حاجه اسمها زاد. ازاي في ره زه وفي زاد ضاد؟ اسمها صاد ضاد وره زين. زين ده مش حرف، ده اسم بني ادم. حتى في بنات اسمها زينه. انت شكلك ما كنتش شاطر في العربي على فكره. انا خلاص خلاص هكتبها بالزاد. طب قابليني بقى لو لقيت الزاد دي عندك. انا مش عارف انت متعصب ليه يا سيد. اهدى شويه يا سيد اهدى شويه. انت مش شايف يا شريف؟ انا مش شايف. انا مع مين؟ انا مش شايف. شريف ما تستعبطش، ده بريل. انت هتعمل لي سكران. ماشي معلش خلاص خلاص كمل يلا. هذا وقد قرر. قرر بالقاف ولا بالكاف؟ بالقاف اللي هي الشركه وعليها نقطتين. اللي هي شركه عليها نقطتين. اوكي قاف. قرر ره ره ره. يا رب ارحمني. ره ره لقيتها. قرر يعني ره تاني. ره ره. انت بتدوري على ايه؟ ما هي هي. ما انت لسه دايسه عليها. دوسي عليها تاني. مش لاقياها. يعني ايه مش لاقياها؟ يعني فطت ثبت الكيبورد وطارت؟ ده انت غريبه قوي يا شيخه. اهدى بس اهدى اهدى. اوقات الري بتفط من فعلا من الكيبورد. معلش اهدى. بطل شرب يا اخي، البريلا هيقتلك. طب بالراحه على البنت. البنت زي القمر عشان خاطري. بالراحه. على فكرة أنت موترني جدا والمشكلة مش عندي. أمال عند أنا؟ يا عم المشكلة عند أنا، عند أنا المشكلة. خلاص معلش. المشكلة في اللابتوب بتاعه صح؟ هو صح. أنا معاكي جدا فعلا. اللابتوب بتاعك غير اللابتوب بتاعي. يعني مختلف إزاي؟ يعني هو هو لا أي لابتوب في نفس الكيبورد. لا الكلام عندك أنت مختلف. على الأقل أنا عندي زاد أنت ما عندكش. مفيش حاجة اسمها زاد. أنا مش عارفة أشتغل على اللابتوب ده. أنا عايزة اللابتوب بتاعي. هو موجود تحت في العربية. هتنزل تجيبه لي ولا أنزل أنا أجيبه بنفسي؟ لا لا ما تنزليش أنت. انا هنزل واعملك اللي انت عايزاه. يلا انزل بقى متاخر بقى. ايه واديني فرصتي بقى كده عشان اقعد معاها شويه. ها نتكلم انا وهي شويه. يلا اديني وقتنا بقى. ماشي وقت ايه يا قليل الادب؟ دي بنت مؤدبه مش زي اللي تعرفها. اه ماشي ايه المشكله؟ بس انا مش هقعد معاك لوحدي على فكره. في انت قفشت ليه؟ ما كنا لسه بنتكلم وفكرنا ما بدانا نفك اهو. سيف لو سمحت خد الشيء ده معاك. ماشي يلا. مش هتغير الروب ده ولا البس ابيض احسن؟ ابيض يا شريف. شريف سيف تعالى خد المفتاح. خلي بالك عشان انا شاكه ان صاحبك ده ممكن يسرق حاجه من عربيتي. صاحبي ده؟ بتقول ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم عليك. اوكي ماشي كملوا. لا صاحبي ده مش حرامي. مش حرامي. هو ممكن يكون غيتت غلس لكن مش حرامي. خايفه ياخد مثلا سكارف من عندي من العربيه اذا كان اخد الروب بتاع مامتك. لا دي مش سرقه، دي شقاوه. شقي قوي. شقي. اوكي خلي بالك. عامه لا ما تلاقيش. بليز دوروا كويس عشان انا مش فاكره حتى اللابتوب فين. طيب حاضر. يعني مش متأخر. خد راحتك. البيت بيتك. شكرا. فين الصور بتاعته معاها؟ فوتوز برايفت. ياسمينة. ايه ده؟ دي احلى حاجة حصلت لي في حياتي. دي هتبقى فضيحة جامدة جدا. دي كانت مبزوزة مبزبزة من كل حتة. ايوه يا سيف استنى ما تجيش. لقيت اللابتوب؟ لا ما تطلعش من غيره. دور عليه في كل حتة. دور تحت رجلي كده الحتة اللي بسوق فيها. دور جنب الكرسي التاني. دور بين الكرسيين، في الكنبه اللي ورا، في شنطه العربيه. من فضلك ما تطلعش من غيره عشان اللابتوب بتاعك وترني قوي. ثانك يو باي. هبعت الصور لنفسي على الميل. طب ما انا اعمل لهم شير من الفيسبوك بتاعه وانا ولا من شاف ولا من جري. باي ياسمينة السمينة. يا بنتي كانت اكسبيرينس تحفة. حطوني في حتة كده اسمها ستيفا استنيت فيها. ايه ده؟ ايه ستيفا دي؟ I've never heard of it. حتة كده زي waiting area بس زحمة قوي. حاطين فيها كل المجرمين. This is so cool. I'll google it. استني معرفش. I don't think انك هتلاقيها يعني.
نيلي سو ازيك؟ هاي هاي هاي. شفت صورتك وانت في البوكس امبارح والكلبش بايدك؟ على فكره انا كمان شفت الانترفيو بتاعك، كان بشع. ان شاء الله الانترفيو الجاي هيعجبك قوي، بس انت بقى لما تتحبسي المره الجايه بقولي لي عشان ابقى اجيب لك عيش وحلاوه. باي باي. سو فاني وفيك قوي على فكره، دي مش عينيها دي لانسز، انا ركزت دلوقتي. بس لايقين على بعض جدا. سو انتي هبله صح؟ لا انا عادي. انا مش فاهمه يعني، هي بتغزني عشان طلعت في انترفيو؟ انا ممكن اخلي بابي يطلعني في اي انترفيو انا عايزاه بكره على فكره. انا ليه؟ هي طالعه في انترفيو بتتكلم عن الحاجات الخيريه اللي هي بتعملها، انت هتطلعي تعملي ايه؟ ايه المشكله يعني؟ انا كمان هعمل خيريه. لا لا، اللي حصل ده ما يصحش ابدا يا سي عبد الله. ما عندكش فكره انا اتاثرت قد ايه؟ طبعا انت عندك حق تزعلي، ما يصحش. بس هو البنت من ساعة ما مامتها ما توفت وعايشة لوحدها، وأنا بدلعها غصب عني، كان لازم أدلعها زي ما أنا عايش لوحدي ومحتاج حد يدلعني. فقلت اللمة بتاعت العيلة بتاعتنا هي اللي هتقرب البعيد. آه معاك حق. ها صافية لبن حليب يا قشطة على ميعادنا النهاردة؟ آه بس يا خسارة اللمة دي مش هتكمل، أصل شريهان تعبانة شوية مش هتقدر تيجي معانا. يا محاسن الصدف. نيلي كمان مش هتقدر تيجي لأن عندها انترفيو النهاردة في التلفزيون. طب خلاص بقى نأجلها لبعدي. مين ده؟ ده لسه بقولك يا محاسن الصدف، تقوليلي كده. المهم انت تبقي جاهزة امتى؟ يعني كمان ساعة كده. تحب اجيلك على فين؟ ما تجيلي شقة المهندسين ونخلص. ما تختيش يا سي عبدالله. لا لا انت فهمت ايه؟ انا اقصد تعالي شقة المهندسين نتقابل وننزل ناكل في اي ريستوران. طب خلاص تعاليلي بعد ساعة على المزلقان بر. عيني اؤمري. تعيش يا سي عبدالله. طب يلا بقى يلا عشان الحق اجهز وما اتاخرش. باي باي يا سي عبد الله. ناوي على ايه يا صبوحه؟ هتستفردي بالراجل؟ لا يا اختي مش عايزه استفرد بالراجل. هستفرد بيه ليه؟ انا بس عارفه انك انتي بتحبي تخرجي مع خطيبك يوم الجمعه، بتحبوا تخرجوا سوا سوا كده، فقلت يعني اسيبك يا حبيبتي عشان تبقي براحتك. ما انت عارفه يا خالتي ان انا والواد هاني متخانقين ومش هنزل معاه. ليه متخانقه معاه؟ ليه؟ ده الواد طيب وحده سكره ودمه شربات. ايوه دمه شربات على قلبي. وبعدين يا اختي ما انتوا ياما بتتخانقوا وترجعوا تصطلحوا تاني، ما فيهاش حاجه. شفتي؟ اهو جبن الله ابن الغالية حبيبتي. قولي له مش موجودة يا خالتي. لا يا بنت ازاي عايزاني اكذب؟ يا نوشة يا حبيبي انا جاية افتح لك اهو. عايزاني اكذب يا شريهان؟ اخص عليك. حاضر يا حبيبي جيان. اهلا وسهلا. ايه النور ده كله؟ ازيك يا نوشة؟ وحشتني يا حبيبي. يا اختي ايه الجمال اللي انت فيه ده النهارده؟ منور يا حبيبي. خير يا خالتي مالك؟ مفيش يا حبيبي بطمن عليك. هو انت مش زي اخويا الصغنن؟ وبعدين ايه الترينج الحلو ده؟ انت مش حران؟ هو في ايه يا خالتي؟ في رز بلبن يا حبيبي، تحب اجيب لك يطري على قلبك؟ لا بقول لكم ايه؟ الكلام ده ما يمشيش معايا، مش هاني الدبدوب اللي اتكلموه بالطريقه دي. عايزين تفضوها سيره؟ الدنيا يا حبيبتي شبكتي والاقساط بتاعت الجمعيه، 7 شهور على داير المليم. اقساط جمعيه يا معفن؟ هو احنا من يوم ما شفنا خلقتك شفنا منك لا ابيض ولا اسود، جاتك 60 نيله. ايوه كده اظبطي، انا ابتديت اقلق. خلاص يا خالتي، عايز ايه يا هاني؟ طيب اسيبكوا براحتكوا بقى. ها وانتي يا حبيبة خالتك افردي وشك شوية، ادي الواد شوية حنية. وانت يا نوشة ما تنساش بقى تسلملي على امك، اصلها وحشاني.
يا معسله قوي يا بتاتا. هي خالتك رافعه حاجه ولا ايه؟ ايه يا غزال؟ مالك حرنان علينا ليه كده؟ انا اصلا مش موجوده يا هاني، انا في مشوار. طب ما تتاخريش بقى عشان انا قاعد مستنيك. ايه في يا بت؟ بقالي اسبوع بكلمك في التليفون ما بترديش ليه؟ انت ازاي ياض يا هاني يا معفن تسيبني واقفه في الشارع وكمان وانا لابسه البرتقانه؟ ايه ده، هو انت ما كنتش راكبه جنبي في الموتوسيكل؟ لا والله ما خدتش بالي خالص. طب والبوكس اللي اديتهولي في بطني؟ البوكس ده محبه وغلاوه. دي غباوه. شوشو، انا جاي عشان اصالحك وافسحك واخرجك من المود اللي انت فيه ده. ومين قال لك اصلا ان انا هنزل معاك؟ ليه، ما عنديش كرامه؟ ماشي يا شوشو براحتك، الغي بقى مع الواد اللي كان هيودينا الدريم بارك ده. وحياه امك يعني انت كنت هتوديني الدريم بارك؟ وتركبني الدوده والمنخل؟ دوده ايه وانا موديك جنينه الفسطاط؟ بقول لك الدريم بارك. اوعى يا دي هاني يكون قصدك الملاهي الكبيره دي اللي بنشوفها من على الدائري. ايوه هي دي اللي فيها الراجل المدور ابو نضاره ده بيقول دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله. بس ما فيش شيل، هنروح انا وانت بس. ماشي. هتيجي ولا لسه كرامتك ناقحه عليكي؟ مين قال لك اصلا ان انا عندي كرامه؟ ما فيش كرامه في الملاهي يا هاني. هاني خمس دقائق بالظبط هكون موجوده. بس وحياه ابوك، خد البلوزه دي دوس لي عليها شويه. من عينيا. دوبي تعالوا بينا يلا احنا وش الله نقعد نتسلى. شوشو. ها يا البلوزه دي مكمكمه ليه كده؟ انت كنت نشرها في الحمام؟ انا ما غسلتهاش اصلا يا هاني. وبعدين مالك، فاضلها لبستين وبعد كده اغسلها. دوس انت بس عليها كويس. دوس لبستين. طب وبتكويها ليه اصلا؟ مساء الخير. الو. ايه يا حبيبتي في ايه؟ ما تقلقيش يا صباح، هتاخد منك الشال عشان نقعد براحتنا بس مش اكتر. طب خدش. وخدي دي كمان لحسن، ده انا حران. لا لا كفايه الشال. لا ما تخافش، انا ساتره نفسي من تحت. خدي يا حبيبتي. خدي. يوه. ثانك يو. بس والنبي يا اختي حاسبي عليها لا تتكسر، اصل راحه بيها فرح بكره. تعالي. مساء الخير مستر عبد الله. مساء الخير، ازيك؟ مساء الخير يا هانم. اهلا وسهلا. نورتونا. ميرسي. تحب حضرتك تقعد سموكينج ولا نو سموكينج؟ ثواني اسال هانم، سموكينج ولا نو سموكينج؟ ايه السموكينج ده؟ هتدخني؟ انا بحب اشرب معس. عندكم قص؟ نو سموكينج بليز. اتفضل. اتفضلي يا هانم. اتفضلي حضرتك. متشكر. ما قلتليش ايه رايك في المكان؟ حلوة قوي، مش بطال. بس المزيكا يا اخويا جايبالي كرشة نفس وقلبة معدتي. مفيش حاجة فريحي كده؟ فريحي؟ اه هخليهم يضربولك حالا فرتكة فرتكة. شكرا. والنبي يا عبد الله تديني الملح، الشوربه برد وما فيهاش لا ملح ولا فلفل ولا فيها طعم ولا فيها شوربه. استني. دي مش شوربه، دي عشان نغسل ايدينا مش اكتر. ايه؟ نغسل ايدينا. انا قلت كده برضو، وماله ادينا غسلنا جوفنا. ايوه جوفنا. بشجعها. ميرسي. انا بشكرك على قبول دعوه العشاء. تعيش. نورتيني. كتر خيرك يا استاذ عبد الله.
اوكي. بتعملي ايه؟ ايه؟ بتغرغر. هو مش ده غسول؟ غسول؟ ده نبيت. نبيت؟ لا انا ما بشربش النبيت. عندكم اوزو؟ لا مفيش. هو ماله قلب سحنيته كده ليه؟ ده المثل بيقول لقيني ولا تغديني، احنا مش مفروض في مطعم؟ افتوض. ايه ده؟ انت بتبرتم تقول ايه؟ لا انا سامعاك وممكن اقوملك، انت ما تعرفنيش. صباح. لا بقولك ايه بقى، انا اتخنقت، المكان ده ريحه مش خفيف على قلبي. قوم يا سي عبد الله نروح مكان تاني يا اخوي، انا مش مستريحه هنا. حاضر، انا هوديكي مكان تحفه ولحسن الحظ لازق في شقه المهندسين. لا احنا مش رايحين لزق في شقة المهندسين، مش رايحين المهندسين خالص، احنا رايحين مكان تاني. مش انت عايز تتعشى؟ اه خلاص سيب لي نفسك وانا مش هخليك تنت. مين اللي معانا؟ ايوه مين؟ ايه؟ لا مش سامع الاسم. بصرف النظر ماشي ايا كان، دخلها دخلها بسرعة بس عشان ننجز الله يخليك. ماشي ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. انتوا مين بقى؟ أنا المكير وده الكوافير. بتوع مين؟ الأنسة نيلي. الأنسة نيلي؟ نيلي 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 فوازير بتاعت زمان. نيلي بتاعتنا اللي بنشوفها. نيلي مين؟ أنتِ مش فاهمة؟ كارثة، الاستوديو بايظ جدا، ما فيهوش نظام خالص. وكمان أنا نسيت الفاونديشن بتاعي، مش عارفة اللايتنج بتاعه ما هيطلعني بيل ولا إيه. ابعتيلي على الواتساب. اوكي. واقف قدامي شكله زي ما هو عادي بنفس العضلات كل حاجه. سلام. طب اقفلي عشان هو بيبرق لي. اهلا. هاي استاذ يوسف ولا يوسف عادي عشان ما كبركش؟ يويو تمشي يعني مش ازمه. أوكي. اي حاجه اي حاجه. حضرتك؟ انا نيلي مكاوي. اهلا بيكي نيلي مكاوي. كل الناس بتقول لي كوين ان، بس انت لو عايز تطلع كول قدام الناس ممكن تقول لي نيلي. بصي المرحلة الجاية أنا عايز أبقى كول قدام الناس قوي. نيلي بالظبط. خطفة كده نيلي. تمام يا نيلي. أوكي طيب ممكن نقعد؟ أوكي معلش، بس قبل ما نقعد هدي لك الورقة دي، دي اللي فيها الأسئلة اللي هتسألها لي. أنت جايبة لي أنا أسئلة يا نيلي؟ أه ميرسي. طيب بما إنه جايبة لي الأسئلة فأنا ممكن أستأذن في حاجة في الأسئلة دي؟ اتفضل. في سؤال هنا أنا عايز أبدأ بيه، اللي هو إيه أكتر لون شعر بيليق على بشرتك؟ الحاجات دي لما بنبدأ بيها بتسخن. لا لا معلش بليز ما تغيرش ترتيب الأسئلة. لا. ولو عايز تسألني على تاتوز أو بيرسينجز اتس نون أوف يور بزنس. فاش بالظبط. الحاجات الشخصية دي ما بنتكلمش فيها على الهواء إطلاقا. بالظبط. حاضر يا نيلي. اتفضلي اتفضلي. ميرسي ربنا يخليكي. عن إذنك. الأسئلة هنا. أنت رايحة فين؟ هقعد. ده الكرسي بتاعي. أنا بقعد الناحية دي. جايبه معاك من بيتكو يعني؟ أنت بيبي قوي. لا بيبي إيه؟ ده البرنامج. يعني كل واحد فينا بيقعد. خلاص نو بروبلم اقعد في أي حتة. طيب اتفضلي اتفضلي. ممكن تظبطني بس؟ يا باشا والله أنا واقف بقالي ساعة أهوت مستنيك. عند البوابة مستنيك. ماشي. مع السلامة. هو أنت بتكلم مين؟ لا ما تاخديش في بالك. المهم ايه حكايه عمك بقى اللي طلع لكم ده وغني قوي وعنده شركات واطيان؟ ايوه ده طلع جامد قوي، ده قال لي انه هيشغلني عنده في الشركه ب 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ايوه. هو في حد اصلا بياخد 5000 جنيه؟ انا هيديني 5000 جنيه. ليه يديكي 5000 جنيه وانت من بيت اهله؟ الغى بقى ده، بقول لك عمي عمي. ايوه صح، لا عمك يديكي صح 5000 جنيه صح. المهم ايه رايك في الدريم بارك؟ تحفه تحفه تحفه، انا حاسه ان هي جالي حاجه من الانبساط. ممكن ندخل بقى؟ يلا ندخل. ندخل حالا اصلا يا ماما لسه لما الو. وكتاب اللي انا واقف عند البوابه يا باشا. ماشي اطلع هتلاقيني على طول. لابس لون ايه؟ لابس لون الدريم بارك. ايوه اطلع بس هتلاقيني والله. مع السلامه. مع السلامه. هو انت بتكلم مين كل شويه؟ هو في حد جاي لنا؟ حد مين؟ لا طبعا مفيش حد. بصي هو في مصلحه زي اللوز يعني ساعه زمن وهنخلصها. هو انت جايبني تفسحني ولا
ولا تشغلني. استني بس قبل ما تكشمي لي وتحرفي في وشي كده. اهدي اهدي. في المقام الاول جاي افسحك، بس هي فسحه وشغل في نفس الوقت. يعني هم جماعه عايزين يصوروا اعلان وعايزين العيال المودرن دول يجوا يلعبوا ويتبسطوا كده قدامهم ويصوروه، يعني لعب وشغل. بس ده ما كانش اتفقنا يا هاني. ما تبقيش غبيه يا بنت، هيطلع لك قرشين حلوين تجيبي لك بهم طقم كاسات مقابض اي حاجه. ولا انت يعني خلاص عشان هتقبضي 5000 جنيه في الشهر هتتنططي على اللي جابوا اهلي؟ بص يا بنت الناس، انا بفسحك على قد ما قدرتي، بس اللي اضمنه لك ان انا راجل شريف وفلوسي دي فلوس حلال. خلاص خلاص يا هاني انت هتشحت. طب امان عليك يا هاني، تقول لهم ان انا مش هينفع اركب الحاجات الصعبه، يعني اركب الحاجات الهبله زي الفنجان اللي بيعمل كده ده، الحصان اللي بيعمل كده، يعني اخطر حاجه هركبها السيارات المتصادمه. لا لا لا، ولا هنوصل للمرحله الخطره دي اصلا. يا بنتي انا مفهمهم على كل حاجه، قلت لهم يا جماعه لو سمحت عايز حاجات خفيفه، دي خطيبتي حبيبتي، يعني مش جايبها بهدلها، انا جايبها ادلعها. ابو سيدك بعد اذنك نزلني عشان خاطر ارجوك، اصل انا عندي فوبيا من الحاجات دي. كات ليه هاني؟ احسن يا وحش جدع يا بنت شوشو جدع، شكلك حلو جدا في الكاميرا وبعدين عماله تمثلي حلو وعامله مرعوبه وخايفه، برافو عليك. هاني ابوس ايدك خليهم ينزلوني عشان خاطر ياخد كل الفلوس اللي معايا وخليهم ينزلوني، صعبه قوي صعبه قوي. بس ممتعه. لا 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 مش ممتعه، ورحمه امي هطرش يا هاني هطرش يا هاني. التلت السريع مع الصاروخ وهو طالع. ها عصام اخر مره هنظبط التلت مع الصاروخ. اكشن يا هاني. قلوب عصام الحبيب مش قادر. بتموتي عيني يا بتموتي عيني يا بتموتي عيني. وحش وحش وحش، هنعيد تاني يا بيه. اظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام. وتظبط التلت يا عصام. والله خرب بيت اهلك. انت ايه يا اخي؟ مفيش غيرك. شوشو شوشو هو ده هايل يا عصام، مكان من الاول يا اخي. منك لله يا اخي، منك لله. البنت ماتت يا حمصاني، اتاكدوا لو البنت ماتت غيروها وهاتوا واحده تانية. ها مش فاضيين، عايزين نصور. اتفضل. اه بس اليوم محسوب على فكره. خد جيب الهنا والشيف. اي اوامر تاني يا ست صباح؟ اسلم ايدك يا بطاوي تعيشني. تحت امرك. يا سلام، انا ما اكلتش اكله بالطعامه دي من 22 سنه و 8 اشهر. يا اخويا بالهنا والشيف، هو انت اكلت حاجه؟ طب ده حتى راس الخروف اللي احنا طالبينه لسه ما اكلتش نص. لا انا تمام كده، كفايه قوي. طب خد الكارع ده من ايدي عشان تسلق طول. لا لا مش هقدر صدقيني. طب حته الليه دي بقى عشان تحلي بق. احلي بقي بليه؟ دي ممكن بقى تقف عندي في الاورطه وتجيب اجلي. انت بتتدلع، ما انت زي البغله اهو ما شاء الله. خد بقى ما تكسفش ايدي. وانا برضو اقدر اكسف الايد اللي زي المربى دي. عسل يا سي عبد الله. طب يلا بقى نخلص الاكل عشان نخش على القنبله. قنبله؟ يعني ايه قنبله؟ الحلو يعني. الحلو اسمه قنبله؟ يا اخويا هما اللي بيسموها كده، اصلهم ناس مبالغه. اه وعباره عن ايه بقى القنبله دي؟ هو رز بلبن بالقشطه بالعسل بالمكسرات بالفواكه بالبسبوسه والايس. يحزني ياما. احنا لسه معاكم في برنامجنا، ودلوقتي جه فقرتنا مع نيلي مكاوي. نيلي مكاوي بتقول انها عامله مبادره تساعد بيها الفقراء وتقف جنبهم وما الى ذلك. خلونا الاول نرحب بنيلي. ازيك نيلي؟ عامله ايه؟ انا ام فاين الحمد لله. حفظتهم الحمد لله. اتمنى يكون كل حاجه بخير يا نيلي. قولي لي بقى، انت عامله مبادره علشان تقفي بيها جنب الفئات المحتاجه، الفقراء والغلابه اللي في بلدنا، ايه بقى المبادره بتاعتك؟
انت مش فاهم يا جو انا تعبت قد ايه. قعدت اكتر من ساعة ونص بفكر ازاي اساعد الفقراء والمساكين. ساعة ونص كاملة؟ ساعة ونص بدون توقف. بالظبط. تعبتي؟ كنت عايزة اخرج من كل التابوز وافكر out of the box. كفاية بقى ان احنا نقعد نديلهم فلوس، نديلهم سقف، نديلهم هدوم، نديلهم جاموسة. معقول الناس زهقت كل يوم لحمة فراخ سمك؟ فقر النهاردة بياكلوا بندق ولوز وجوز وعين جمل وكاجو وكل الحاجات الجميلة دي، زهقوا خلاص. بالظبط طبعا. فكنت عايزة بقى انا افكر بطريقة different. اختلاف. ايه بقى الاختلاف اللي انت عملتيه؟ ممكن بس بليز ما تقطعنيش عشان انا عارفه حركات المذيعين دي. اطلاقا انا بساعدك، يعني بسالك اسئله كتير عشان نفتح زوايا كتير، المشاهد المصري، المشاهد العربي، المشاهد الدولي يعرف مبادره نيلي مكاوي. اوكي. فانا كنت عايزه اكون كرييتيف وما اقعدش بقى اجيب لهم بطاطين وجوده. بلا رخص يا شيخ، بطاطين ايه؟ ففكرت ان انا اعمل لهم محاضره. مبادره؟ اوكي، اعمل لهم مبادرة. وسميتها الفقير وانا. الفقير وانتي، هتعملي ايه بقى مع الفقير؟ ممكن ما تزايدش على كلامي عشان الشفافية؟ سيبك من قصة المزايدة اللي ملهاش علاقة باللي احنا بنقوله على الاطلاق، كملي يعني. طيب دلوقتي انا كنت محضرة فيديو كليب، المفروض الناس الاعداد بتاعك يكونوا قالوا لك. فيديو كليب ولا تقرير؟ لا فيديو كليب. فيديو كليب. ايوه فيديو كليب. انتوا عندكم فيديو كليب ولا تقرير يا جماعة؟ طيب نيلي هستأذنك، احنا هنشوف الفيديو كليب اللي انت جايبه لنا. استأذنكم انكم تشوفوا معانا الفيديو كليب ده، مراعاة ضبط النفس، المذيع ينصح نفسه وينصح حضراتكم بضبط النفس الكامل. نشوف الكليب وبعدين نكمل الكلام. دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، دقيت على باب الحياة لما انجرح كفي، على قد حالي على قد حالي ودنيتي 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 توعد ولا توفي. أنا اللي مكسور في الحياة ومشيت في مليون اتجاه والدنيا حالفة كده.
هاني. ايوه. الرصاصه لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش لما نوصل بالسلامه تبقى ترجعها له. ايه ده؟ ايه ده؟ معلش. إيه ده؟ في ايه؟ مين دول؟ انت يا عم يا اللي منور العالي. ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه بقى؟ ما تطوليش بقى فيها. نور. لا ايه السواقه الزفت اللي انت بتسوقها دي؟ انا مش خايف على العربيه؟ السكك كلها مطبطه وانت عمال بتجري؟ مش خايف مسمار يخش فرد الكاوتش يبوظها؟ انت عارف التيل بتاع العجله بكام دلوقتي؟ ابو الدهب بيه سيبك من التيل، خليك تقيل، المهم العقد. خلاص خلاص. ايه يا بنات؟ انا مش سامع مؤاخذه، قلت لكم لما تعوزوا حاجه تقولوا لي ولا لازم اورص لكم ودنكم؟ ولا انا اتكلم ولا حتى انت لم تنادي؟ الله الله الله، ده الموضوع عائلي بقى وطلعتوا قرايب في بعضيكوا. طب اتكل انا بقى على الله، الحق اخد خالتي افسحها شويه وارجع لكم تاني. سلام عليكم. استنى يا فتحي، احنا مش متفقين اوصلك ولا ايه؟ استنى هاجي معاك يا فتحي. استنى عشان ما تتوهيش. اهو ده، تعالى هنا. تعالى. ايه ده؟ هو انتوا تعرفوا بعض؟ دي تاني مره نشوفهم مع بعض، ديفينتلي يعرفوا بعض. فين العقد؟ عقد ايه؟ العقد اللي مؤاخذة سارقينه دلوقتي من المتحف. احنا ما سرقناش حاجة، احنا كنا بنتعشى. والله؟ وايه اللي على كتفك ده؟ ده كاتشب بس بيحرق قوي. اه ما انت عشان طلبت سبايس قلت لك بلاش السبايس. بقول لكم ايه؟ احنا في منطقة لبش، والحكومة دلوقتي بتدور على اللي سرقوا المتحف، يعني ممكن تطب علينا في أي لحظة. اخلصوا ولخصوا بقى وطلعوا العقد. حضرتك احنا مش فاهمين بتتكلم عن ايه؟ ضحي طلع حقيقي ولا خرس بقى؟ لا طلع حقيقي طبعا. انت يا زفت يا ضحي. انت ده ايوه يا ابو الدهب بيه. دلوقتي احنا عايزين العقد وهما مش عايزين يدونا العقد. اه نعمل معاهم ايه؟ نعمل معاهم ايه؟ انت بسألني؟ ما ناخد العقد بالعافيه. ايوه ناخد العقد بالعافيه. اللي معاه العقد يطلعه ولا فرغ المسدس ده كله بنفوخه. انا ما حدش يضربني بالنار تاني. هو انا واقف على عربيه بومب؟ خلاص يا هاني اديهم العقد. ومعاك انت؟ العقد بسرعة. حاضر بسرعة. ثانية واحدة. هو ده يا جماعة العقد اللي انتوا عاملين عليه الحوار ده؟ هو ده. طيب مش تقولوا كده من الأول؟ اعملوا لي غسيل معدة بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه؟ وباعه. الواد ده عبيط ولا متخلف ولا ايه؟ هات مني العقد يا ضحى. هات العقد بقول لك. مش قادرين تسرقوا خاتم. العقد يا أبو الدهبي. طب يا بنات، المؤاخذة اللي كانت مشكلتي مش معاكم انتوا، المؤاخذة كانت مع جدوك الله يرحمه بقى، وانا خلاص حتى حقي. بالسلامة انتوا. يلا يا ضاحي. اتفضل يا ابو الدهب بيه. احسن يا موزي. سلام. احسن بتبلع العقد؟ تفكر نفسك اسماعيل ياسين؟ ايوه يا عم بيبلعوا الحاجات. انت كويس؟ اه شفت حاجة كده؟ شوف. لا مفيش حاجة. طب على فكرة يا انكل عم ذهب، العقد فقشة اصلا، اوكي؟ ما تجمد بقى يا عم سيف في ايه؟ ما احنا ياما اتضربنا بالنار وبالسيوف وبالكرابيك كمان، ما عملناش زيك كده. ده وانا صغير لما ابويا كان بيعاقبني كان بيلسعني بالمكوى في وشي. ليه انت ابوك كان ياجوج وماجوج؟ لا بس كان بيعلمني. هاني. ايوه. خد الجواب ده اديه لبابا وماما في السعودية. ايه ده؟ انت سعودي يا سيف؟ شبيه الريح شبيه الريح. يا عم سيف ايه؟ فيش ولا كلمة باينة، الجواب كله دم. كتبته بدمي. ايوه تمام، هنعمل ايه دلوقتي يعني؟ نكتبه تاني. نكتبه تاني؟ اكتب عندك يا هاني. قول. ابي الحبيب امي الغالية اصيل ابكي أنزف وأموت وتعيشي ضحكة مصر. لا وحياة خالتك، أنت ما اتضربتش بالنار وأنت بتحرس الحدود، أنت اتضربت بالنار وأنت بتسرق متحف. ما تقولش بتسرق، أنت اللي خليتني أعمل كده، أنا ما كنتش عايز. أنت حرامي. ما تفكرنيش يا أنت حرامي وده مصير كل خير. قلت لي روح، أنا ما كنتش عايز أروح. إيه يا واد؟ قاعد بتناكب فيك ليه؟ قوم من هنا. بيخطرف من الرصاص. معلش يا حبيبي استحمل شوية،
انا هطهرها لك وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ايه ده يا خالتي، هو انت ليكي في التمريض؟ ايوه، وعندي كمان الطقم. انت كمان خريجه التمريض؟ لا، كنت جايباها عشان شهر العسل. النبي انت اللي عسل. طب يا فالح، هات السكينه دي من جنب. هتجيب السكينه ليه؟ هتعملي بالسكينه ايه؟ متخافش، شاك الدبوس. شاك الدبوس؟ لا، انت هتغزني بالسكينه وتعملي الطلقه كده وتنط في الميه، صح؟ وانا متبت شن؟ ايه الفيلم الهندي اللي انت عامله ده؟ ده انا جايباها عشان اقطع بيها الشاش. سيف عامل ايه يا صباح؟ الحمد لله يا حبيبتي جات سليم. انا هطهر له الجرح بشويه كولونيا وان شاء الله هيبقى زي القرد. كولونيا؟ لا، كولونيا بتحرق، بنشطشط لي الجرح. معلش يا سيف، استحمل كل ده عشان مصلحتك، وبعدين انا جنبك. هاتيلي الصينيه دي من وراكي. نيلي خليكي جنبي، ما تسيبنيش. كلنا جنبك يا سيف، ما تخافش. بص احنا هنعمل ايه، هنعد من 1 2 3 وبعدين نحط الكولونيا على طول. خلاص ماشي، هنعد 1 2 3 عشان خاطرك هعمل كده. صدقني مش هتوجعك ولا تحرقك ولا اي حاجه. يلا يا صباح. طب استنى اغمض عين. غمض. يلا نعد 1 2 3. ايه يا واد، في ايه زرعتني؟ انتوا خمامين كلكم، انتوا كذابين، كذابه، عشان قلت لها تعد 1 2 3، عديت 1 2 بس ورشيته. انت خمامه يا خالتي صباح، خمامه. يعني لو كنا عدينا لتلاته ما كانتش هتحرقك؟ يلا يا هاني نشوف شريهان. سلامتك يا سيف. سلامتك، سلامتك سيف. وريني الجرح كده. دي الكذبه. اقبل. مالك يا واد عامل كده ليه؟ بتحرق قوي، مشتشتة قوي. انا مش قصدي على الطلقه يا خفيف، انا قصدي مالك مبهدل نفسك قدام البت نيلي كده وسايب حالك ومحتالك ليه؟ مفيش، مش صديقه، صديقه وبسعاده. انت بتسرح بيا يا ولا؟ فاكرني تلميذه بتشتغلني؟ خدت رصاصة في كتفك عشان صديقة؟ امال ايه؟ انت بتحب نيلي يا ولد؟ انا ما بحبش اتكلم في الحاجات ديت، انا ماليش في الحاجات دي، انا مركز في دراستي وابحاثي، لكن انا ماليش في الحب والحاجات دي. مالكش في الحب؟ انت فيك حاجة يا ولد؟ فيا ايه؟ لا بقولك ايه؟ خالد صباح انا كويس وزي الفل وكده. طيب ما دام انت كده بقى، انا هقول لك الكلمتين اللي فيهم الخلاصه. قولي. البت نيلي دي قويه ومستقويه ومناخيرها في السما، بس كل ده على الفاضي، عامله زي الفرسه الجامحه وعايزه الخيال اللي يحكمها. ايوه، يعني اخد كورسات ركوب خيل في نزله السمان يعني، ولا اعمل ايه؟ لا يا روح امك، عايزاك تمسك نفسك كده وتشد روحك، ما تبقاش يعني لا مؤاخذة كده. لا مؤاخذة ايه؟ خالد صباح لا مؤاخذة، قلت لك انا كويس وزي الفل وكده، انا كده. طب كويس يا اخويا انك كده. طب بقى لا مؤاخذة، اتكل انا على الله واسيبك تستريح وتفكر لك شوية. خالد صباح دي طلعت صيعة صيعة. ايه شريهان، انت لسه متضايقه؟ ولا متضايقه ولا حاجه. هتضايق على ايه؟ ما حياتنا زي العسل اهي، وعم دهب اخد العقد والفلوس راحت وشكرا. انت ليه مستسلمه كده؟ بقولك كل حاجه راحت يا نيلي. مفيش حاجه راحت. ازاي يعني؟ انا عارفه انا بقولك ايه، مفيش حاجه راحت خالص. ممكن بليز تديني موبايلك عشان موبايلي قطع شحن؟ موبايلي مع الواد هاني في الحمام بيلعب جيمز. مش عايزه اتخيل اصلا. شوشو، ها هاتيلي كوز ميه عشان الشطافه ضعيفه ومش طايله. لا يا هاني مكسله، قوم بلي منديل. انتوا ازاي مقرفين زي بعض كده؟ انا هرجع. شوشو، ها مش لاقي مناديل، بس في فوطه جنبي قابلها. ماشي، بس عينها على جنب عشان محدش يستخدمها. بس قرف يا حيوان، انت مالكش دعوه بالفوط اصلا. انتوا ازاي كده؟ ايه البت الاوفر دي؟ هو هيمسح بيها وشه؟
بص على ايه؟ طلع فالصو. فالصو؟ فالصو ازاي؟ اهو الختم بتاع الفالصو اهو. ازاي سعادتك؟ ده انا واخده منهم بايدي ومسلمه يدا بيد الايد سعادتك. بعد الجهد ده كله يا رب يطلع العقد فالصو. يكونش يبدله الاصلي بواحد فالصو بصنعة لطافة بخفة يد. يا سلام يا سلام على دماغك. وهم مش عرفهم يا غبي ان احنا هنطب عليهم؟ اه صحيح. وبعدين امتى هيلحقوا يطلعوا عليه؟ اه صحيح. هذا اللي مجنني انه احنا عارفين العقد فالصو. بيسرقوه ليه؟ اه صحيح. انت مفيش وراك غير اه صحيح اه صحيح. اخرس خالص مش عايز اسمع اه صحيح دي. حاضر سعادتك. شوف مين. الو. ايوه نيلي. عايزين تقابلوني؟ ماشي ما عنديش مانع. تعالوا عدوا عليا انا هنا في المكتب. ايه؟ الوقت متأخر؟ اه صحيح. اه طيب بكره. فين؟ في المرسم؟ ماشي في المرسم. سلام. الله على دماغ سعادتك. طب ايه بقى مؤاخذة الموضوع اللي انتوا عايزيني فيه؟ بص يا انكل عم دهب. نعم. عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض. احنا عندنا شوية معلومات واللغز. حضرتك عندك شوية معلومات بلس العقد. فاحنا نزبط الحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده. بس اللي أوله شرط اخره سور. سور ازاي يا بنت؟ اخره نور قصدك يعني؟ لا سور عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور ايه؟ واتيفر يعني. وبعدين؟ اوكي. حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا. ومحدش يجي على حق التاني الا مؤاخذه. طب مؤاخذه يعني انا ايه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجله ونشك ايه الموضوع. انتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لا نشك يعني نشوف ايه الموضوع. ماشي هات العقد يا ضحي. اتفضل يا مالك. اول حاجه لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فوقش اصلا. مفيش اي حاجه في الستوري ليها علاقه بالعقد وفقش عقش والجده بطه احنا ما خدناش بالنا منها. هو مفيش بس استني اما اتاكد بس. اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير. قالت له ماشي. وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش ووصل الراجل تاني. الراجل انا جاهز يا جده بطه احضرت النقود معي. الجدة بطة وأنا لا أجد ما أقول لك لقد ضاع العقد فجأة ولم أجده. الرجل أوه إنها خسارة كبيرة لقد وعدت زوجتي أن أهدي هذا العقد الثمين بعد أن أحفر عليها أول حروف من أسمينا ماذا أعطيها الآن فلة وياسمينة. الجدة بطة أنا في قمة الخجل ولا أعرف. العقد محفور عليه حروف وأرقام. آه يا بنت ما هي دي الحروف بتاعت الختم بتاع الفالصو. مغزى ختم فالصو ازاي؟ الحاجات الأصلية بس هي اللي بيكون عليها ختم. مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضحك. أنا قلت حاجة؟ أنت امبارح مش قلت كده؟ والفالصو له ختم برضه يا حمار؟ لا اخلص خالص. طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده. يا جماعة هي الحروف دي إيه أصلاً؟ زاد به بس مش عارفه اقرا الارقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. وريني. طب اختصر صاد ايه؟ صاد يا بنتي صاد. صاد ب 717. ايوه يا جماعه صاد ب ده اختصار لايه؟ يكونش 717 دي صاد ب 717 ده النمرة العربيه بتاع جدكم. زمان ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات. اه صحيح. وكان في عربيات ليها ارقام. حمار انت. انا قلت حاجه؟ مش انت قايل كده امبارح؟ اخلص انت خلاص. Why don't you fire him؟ ليه؟ ضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري؟ بربورك؟ صابون بالموليف؟ يكونش صندوق بيره. سمك بوري. لا يا جماعه استنوا استنوا انتوا بتهروا في ايه؟ صاد ب اختصار صندوق بريد. اه صحيح صاد ب طول عمرها صندوق بريد. يكونش صوصن بدر. ما تخلص بقى مع خلاص عرسينا صندوق بريد. انا قلت اجتهد. لا ما تجتهدش. يا جماعه يا جماعه صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوازير عارفه؟ اه شريهان يو لوك فيري ستوبيد. صندوق بالسين. هي بالسين فعلا؟ اه صحيح. سيبك من عم دهب دي تافهه اساسا. طب واحنا هنوصل ازاي لصندوق البريد ده؟ عادي هنكلم دليل التليفونات. اه صحيح. معلش يا عم دهب تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد. تليفون انا؟ اه
اه شوفي تليفون انا البطاريه فاضل فيها 3 شرط، ما تاخدي التليفون بنت عمك اقرب لك. ايه اصيل يا عم ده، هاتي هنا لي التليفون. حركات رخيصه قوي، خد يا بنتي. الو السلام عليكم. ايوه لو سمحتي عايز اعرف عنوان صندوق بعيد 717 ده موجود فين؟ يكون شيء سكر بره. بره ايه وخلاص؟ ما خلاص يا ابني انا قلت كتير. ما تكتئبش، قول لي صندوق بريد وارسل عليه خلاص. فين؟ مكتب بريد الحلميه الجديده. شكرا، السلام عليكم. مكتب بريد الحلميه الجديده. بتهزري؟ هو الحلميه ده مكان بجد مش بس في المسلسل؟ طب بتتعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ مسلسل ايه بس يا بنت، خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده. يلا بينا نشوف صندوق البريد ده فين. يكون شي صافي نار بترقص. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حاج عايزين نفتح صندوق بعيد 717. 717 717 ايوه صح مظبوط، عندنا عندنا. انا عارفه انه عندكم، احنا عايزين نفتحه وناخد اللي جواه. راحت فين كوبايه الشاي؟ راحت فين؟ اتفضل يا حاج الشاي. اه متشكر، العتب على النظر. طب يا حاج عايزين نفتح صندوق 717. هو اي حد عايز يفتح صندوق نفتحه له كده على طول؟ ده صندوق خاص، يعني لازم اللي يفتحه يكون المالك الاصلي بتاعه. طب ما احنا اصحاب الصندوق يا حاج. ايوه يعني باسم مين فيكم؟ باسم مكاوي ابو الخير. وحضرتك بقى مكاوي ابو الخير؟ حضرتك ايه يا حاج، انت مش سامع صوتي؟ انا انثى، انا انثى يا حاج. لا مؤاخذه يا بنتي، العتب على النظر. هو فين بقى الاستاذ مكاوي؟ الاستاذ مكاوي عقبال عندك مات الله يرحمه، ودول احفاده. ايوه وحضرتك بقى مين؟ انا حرم المرحوم، انا جدتهم. معاكوا اعلام وراثه؟ لا معانا بطاقات. بطاقات؟ ما ينفعش بطاقات، لازم اعلام وراثه. اعلام وراثه ايه بس يا حاج؟ بيقولوا لك معاهم بطايق تثبت ان هم احفاد مكاوي. نيلي وشريهان احفاد مكاوي. انت قلت لي مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. نيلي وشريهان؟ نيلي وشريهان؟ ايوه نيلي. والله العظيم من ساعه ما دخلوا عليا وانا عمال اسبح عليهم واقول انا شفتهم في نيلي وشريهان. لا مش ممكن مش ممكن، بس انا اول مره اعرف ان نيلي وشريهان قرايب. لا حضرتك هو شفت بقى يا حاج، شفت بقى الدنيا ضيقه ازاي وصغيره ازاي؟ نيلي وشريهان وجولك اهم مع بعضهم، وانت عمال تقول لهم اعلام وراثه وادوني بطايق واثبات شخصيه، ده كلام؟ بطايق ايه واثبات شخصيه ايه؟ ده هم نفسهم وشهم بطاقه. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يكرمك. هي هنفتح الصندوق بقى ولا ايه؟ طبعا ده انا افتح لكم الدنيا كلها، صندوق بس. بس انا ليا طلب رفيع عندكم قد كده. انت تؤمر يا عم، طلب رفيع ولا تخين؟ اؤمر. نيلي وشريهان بقى وزمن الفن الجميل بقى والحاجات الحلوه والاستعراضات والاغاني بتاعت زمان الحلوه دي، الفوازير دي نسمع منها بقى حاجه. طبعا طبعا، ما انت فاهم ايه؟ طبعاً لازم شويه كده. الراجل الطيب ده هيفتح لنا الصندوق. أيوة مش هينفع يا عم ده، نسمعه اي حاجه عشان نفتح الصندوق. اي حاجه، هو حد مش حافظ حاجه لشريهان ونيلي؟ يلا يا نيلي، يلا يا شريهان. حاجتكم بتاعت زمان دي. اه ركز بقى يا حاج واتفرج بقى. شوف بقى. ربنا يسامحك يا جدو، كله عشان خاطر الفلوس. سوري يا فنانة نيلي. أسفة أستاذة شرهان. سيادتك أم العريس. طبعا 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 أم العريف، أم العريس. صك 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 على الموضوع. لو لو قلت هاخدك فوق. صك بو عك تعك ما زو كش فكرك ممنوع تقول ممنوع ناو صوت على الموضوع. ودي واحد اتنين تلاتة بقى. بارارام بام بيريم بارا بام بام بارام بارا بام بام بيريم بارارا بيريم باريريم با بار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 
ايه الجمال ده، ايه العظمه دي كلها بصراحه. والله 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 انتوا انستونا. امال ايه انستونا؟ امال ايه انستونا؟ اتفضلوا 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 يا جماعه، منورينا والله ومكترينا. 717 خلاص يا حاج شفناها. تعالى تعالى انت. شكريه تفكر انت على الله. بالمناسبه الجميله دي بقى يعني نسمع حاجه كده. لا خلاص بقى لو سمحت. معلش هم تعبانين دلوقتي، انا بعدين هاجي لك على رواقه كده واجيب لك عم محمود شكوك. بجد والله ده وعد؟ وعد. اتفضلوا. شكرا. عيشوا بقى. سلام عليكم. الف سلام. سلام سلام.
ستاند راح فين؟ هات المفتاح. خلي دي معاك. اتفضل. 717. ايه يا بنت في ايه؟ بقالك ساعة ما قعدانا جنبك ومتنحة في البتاعة دي، ما تقولي لنا حاجة. ما حضرتك أنا مش فاهمة حاجة في المتاهة دي. طب ما تدوري في حاجة تانية غير المتاهة دي. مش هينفع، ما هو مفيش أي حاجة مفهومة في الكلمات المتقاطعة غير إن الحل في المتاهة، وأنا عمالة أحل في أم المتاهة دي. والله ما في متاهة غير اللي إحنا فيها. طب وهي المتاهة دي عايزة إيه لا مؤاخذة؟ إزاي نوصل محظوظ للعربية؟ طيب، يعني إيه مش فاهم برضه؟ ما حضرتك انا كمان مش فاهمه، ما هو ده اللي بقوله من الصبح. لو كنت فاهمه ما انا كنت قلت. طيب واضح ان احنا مش هنوصل لحاجه النهارده، فانا بقول هناخد المجله نروح بيها ونقعد نفكر كده براحتنا، ولو وصلنا لحاجه نقول لحضرتك. ده اللي هو عند مين؟ الساعه كام يعني؟ المؤاخذه المجله دي هتفضل هنا في الحفظ والصول. لو حبيتوا تحلوا اللغز تعالوا لي، ده مكتبكم برضه. ايه ده؟ انا افتكرت حاجة مهمة قوي. ممكن تديني المجلة ثانية؟ ثانية بليز. حاجة مهمة جدا. فهمتي حاجة؟ لا ما فهمتش برضو. طيب انتوا تروحوا كده تفوقوا نفسيكوا وتشطفوا كده وتروقوا، ولو لقيتوا نفسيكوا قادرين تفهموا وعايزين تحلوا اللغز تعالوا لي، ولو لقيتوا المكتب مقفول كلموني وانا اخلي حد يفتحه لكم. اوكي ثانك يو. باي باي. باي باي. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ده الراجل ده حويط قوي من ساعه ما حط مناخيره في الموضوع، وهو عامل زي القراده مش هيطلع الا بالدم. سيبك منه. هسيبني منه ازاي بس؟ ده معاه المجله واحنا معانا المتاهه. متاهه؟ معانا المتاهه ازاي يعني؟ فاكره لما قلت له هات هات المجله بسرعه عايز اشوف حاجه؟ فاكره. خدت المجلة وعملت نفسي كأني بفكر في حاجة ورحت صورتها. برافو. وريني يا بنت اللذينة. هي مناخيرك فيها حاجة يا نيلي؟ مناخيري؟ لا. من هنا كده بصي. صورتي نفسك سيلفي بالوش. ازاي عملت كده؟ الكاميرا كانت معمولة على السيلفي. خبية. هنعمل ايه؟ نروح عند عم بندق يمكن نفهم منه اي حاجة. ماشي يلا. ازاي عملت كده؟ طب ليه بين داري كده ولا داري كده ولا داري كده يا وسطي؟ بين داري كده ولا داري كده ولا داري. ما تخلص بقى يا عم بندق، مش ممكن يعني. بصوا انا اصلي لازم احرق كده كام كالوري عشان الكرش ده يمشي. طب هو عشان تحرق الكالوريز دي تحرق دمنا؟ احنا عايزينك في حاجه مهمه. وانا ما قلتش افهم منكم حاجه، بتتكلموا كلام بتتوهوني بيه. ماشي هفهمك تاني. دلوقتي الكلمات المتقاطعه بتقول ان الحل في المتاهه، والمتاهه فيها محظوظ مش عارف يوصل لعربيته. فهمت حاجه من الحوار ده؟ صراحه لا. طب هنعمل ايه احنا دلوقتي حضرتك؟ خلاص ما عندناش حل غير ان احنا نروح زياره لبابي في السجن ونساله. هتسالوه ليه؟ الله ما تسالوا محظوظ. محظوظ مين؟ محروفه اللي هو محفوظ. هو جده كان يعرف واحد اسمه محفوظ او محظوظ؟ ده كان حبيب جدك الروح بالروح، كان اسمه محفوظ، بس هو بقى كان بيندهله ويقول له يا محظوظ يا محظوظ، طلعت عليه محظوظ. يا شوية هفيات، ما عرفتش اربي بقى حتة بنت زيجي تقلبكوا وتخلع. مش انت اللي بعتينا للسبوت ده بتاع الحرمية؟ كنت عايزاهم يعملوا فينا ايه؟ سرقونا طبعا. والجوز الخيل اللي كانوا معاكوا ما عملوش حاجة ولا هم رجالة بطايق بس؟ لا يا خالتي هم بطايق بس.
والبنت اللي علمت عليكوا دي كان شكلها ايه؟ تخينة كده. تخينة كده؟ لا هي مش تخينة، هي مكورة. طويلة ولا قصيرة؟ قصيرة. مدورة ومكعورة وقصيرة. وبتتكلم زي البنت اللي كانت بتتكلم في فيلم الفرح؟ ايوه بالظبط يا خالتي، ولونها موف كده. خلاص عرفتها، هي مفيش غير فتحي. لا هي بنت مش ولد. ما انا عارفه انها بنت. انت تعرفيها بجد يا خالتي؟ ده نعرف امها. يا ام فتحي، انت يا وليه يا ام فتحي، اطلعي يا اختي الدلدلي وردي عليا بدل ما بزق كرامتك في الحاره كلها. مين؟ ست صباح؟ يا اهلا وسهلا. لا اهلا ولا سهلا، فين الجاموسه اللي شبه البقره بنتي؟ ايه لازمته الغلط ده يا ست صباح؟ استني بس، هو انتوا لسه شفتوا غلط؟ قولي للجاموسه اللي عندك دي تنزل بدل ما اطلع لها مدي ايديا في كرشها اطلعها من زورها واقلبها لك كده اهو زي الشراب. خالتك جامده بس. مال على العموم هي مش هنا. خرجت. خرجت راحت فين يا ولية؟ معرفش خرجت. وانت هتعرفي عن بنتك حاجه وانت شكلك كده؟ خشي تنيلي، خشي جوه عربيتي. حول الله يا ربي. انزلي من العربيه يا حراميه. انزلي يا بت. ايه يا جماعه انتوا فين؟ معقوله كل ده عمال ادور عليكوا؟ بتدوري علينا ليه يا فتحي؟ عشان تقلعينا هدومنا وتسرقينا؟ حد الله، ده انا قلت بس اروح مشوار على ما تخلصوا وتقولي. طب وبتاخدي العربيه معاكي ليه؟ شبتت فيكي؟ يعني الحق عليا، لقيتها واقفه قلت البطاريه هتنام، قلت اسخنها لكم. والله فين الحاجه يا بنت حراميه؟ حاجه ايه؟ انت هتستعبطي يا رحمك؟ ما تطلعي الحاجه بدل ما اعمل معاكي زي ما عملت مع السيد عظمه. فاكراه الا سيد عظمه. استني يلا خلاصي. اولا انت جامده جدا. ميرسي. عملتي ايه بقى مع سيد عظمه؟ لا لما تكبري بقى هبقى اقول لك. ابعدي ورا. خدي يا ست الحاجه بتاعتكوا. ايه؟ كامله. خد شوف الحاجه دي، لا تكون ناقصه حاجه عشان اخلص عليه. ناقصه؟ مفيش حاجه تنقص معايا. فين الحلقه بتاعي؟ حلقه ايه؟ الحلقة الدايموند اللي انت لابساه. اطلعي بنت من الحلقة. يوه خد يا ست، كنت هروح بقى فنت كلنا حرمية في الخير. امسك. هات يا اختي. خد يا حبيبتي. تمام كده؟ ثانك يو. هاي خلاص كل تمام؟ وايه اللي تمام يا رحمك؟ انت فاكراها هتعدي كده بالسهل؟ ده انت بتحلمي يا ست. صباح عليا الطلاق بالثلاثه، ما كنت اعرف ان هم تبعك. وبعدين خلاص بقى، انتوا يعني مش جايبيني من مشيخه الازهر، انتوا جايبيني من قهوه الحراميه. طب يا اختي ما ترتيش كتير في الكلام، اديكي عرفتي، ما تبقيش تعمليها تاني، دول تبعي. ماشي حاضر، بس والنعمه ما انت ماشيه وانت زعلانه، لازم اصبح عليكي. طب هتولعي على طول ولا لسه هترولي؟ انتوا لسه هتولعوا وترولوا. يلا يا خالتي عايزين نروح. ايه يا بنت خدي نفسين بس اعدل دماغي على الصبح. خلاص مفيش مشكله، نعوضها المره الجايه ان شاء الله، والمصلحه بتاعتكم اعتبرها مقضيه. والله نجيلك مره كمان عشان تسرقينا تاني. فين اخلاق الحرام الشريف؟ فين اخلاق الحرام المصري الاصيل؟ خلاص بقى يا كابتن، انت هتقعد تقتتني؟ قلتلكوا والمصحف ما كنتش اعرف انكم تبع الست صباح. وبعدين خلاص المره الجايه اي دقه نقص مني هي عارفه اولي ايه واخري ايه، هتجبني على طول من قفاه. دي كانت صاحبه امك ده هفكشتوه. ما خلاص بقى يا روح امك، انت هتقعدي تسيحي لي. يا جماعه اهم حاجه نشوف مصلحتنا، احنا ناخد منها اللي احنا عايزينه وبعد كده نرميها رميه الكلاب. معاك حق، وما تقلقوش منها، انا عارفه ديت. طول عمر كلامك الماس. خلاص يبقى احنا كده اتفقنا، تقول الصبح ان شاء الله على القهوه نقضي المصلحه. لا صبح ايه، بقول لكم ايه، اتكلوا انتوا على الله مع السلامه. اطلعي بنت حضري الولع وخلي امك تحضر الفطار. وقولي لها ما تنساش البيت. عناية الشقه هتنور. يلا سلام. انا مش عارف اشكرك ازاي عشان قدرت ترجع العربيه بتاعتي يا خالته صباح. يا روح خالتك صباح، مش عارف يا اخويا تشكرني ازاي. طب لما تعرف بقى قول لي. سلام بقى حبيبتي يا خالته. يلا يا عندليب. خالتك دي ارجل من خالي. يعني هم راحوا قهوه الحرميه عشان يسرقوا العقد؟ مظبوط سعادتك. طب وتفتكر هذا ضاحي
انهم هيعرفوا يسرقوا العقد من المتحف ده. الله، واحنا نخليهم يسرقوه ليه؟ ما نسرقوا احنا الاول. واحنا نتعب نفسنا ليه؟ ما نسيبه هم يسرقوه وبعدين احنا ناخد العقد. يعني تقصد هم يسرقوه بعد كده احنا نسرقه منهم؟ ما انا قلت ايه؟ مظبوط يا ضاحي. الله عليك يا ابو المفهوميه، يا ابو دماغ تتاهل بالداب يا ريس ابو الداب. عجبت سعادتك؟ حلوه. اقولها لك تاني، يا ابو دماغ تتاهل بالداب يا ريس ابو الداب. خلاص بقى ما ترخمش بقى، ما انت قلتها، قلت لك حلو. انا طول الليل. انا اسف يا ملك. عايز عينك عليهم على طول، واي حاجه تحصل تيجي تبلغها لي. حاضر حاضر سعادتك، بس هو كان في حاجه كده كنت عايز اقول لك عليها. خير؟ مفيش، احنا من ساعه ما العمليه ابتدت يعني وما خدتش منك ولا مليم، فكنت عايز حاجه كده تحت الحساب على الاقل ماشي نفسي بيها. بص عليك يا ضاحي، انت طلبت حاجه وانا قلت لك لا؟ لا. عمري حش عنك حاجه؟ لا. طب لما هو لا لا، امال ايه؟ ليه بتقولها بانكسار كده؟ اه صحيح. بص عليك، لحظه واحده. ربنا يبارك لك يا رب. بص هناك، بص هناك. حاضر. هو بيشوفني ازاي؟ بيشوف ظهره. الملحق بقى، اروح اجيب شنطه عشان اخد فيها. خد فيها دي، ده اعمل بيها ايه؟ تاخد 10 جنيه والباقي تروح الاخزخانه تجيب لي بيه دوت ضغط. طب ممكن اجيب لسعادتك شريط واجيب ليا شريط؟ هات لي دوا الضغط يا ضاحي، بقول لك هموت. حاضر. انت مفيش بقلبك رحمه. لا لا، حاضر حاضر. الدواء يا ابني. حاضر. الدواء يا ابني، مشكله. حاضر حاضر. اقص عليك، اقص عليك يا ضاحي. I have no idea احنا ازاي جينا هنا تاني عشان نقعد مع الحراميه تاني عشان تسرقنا تاني. على فكره انت اللي جبتيني هنا تاني ومشينا وراكي تاني وجرجرتني وراكي تاني. امال ايه يا سيف، انت عايزني اجي المكان ده لوحدي؟ ما خلاص بقى، انت هتفضلي شكايه بكايه كده. احنا كده كده عايزين نجيب العقد، وبعدين الحرامي اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش، ولا ايه يا هاني؟ مظبوط. ياض سيب الحشيش ياض، انت جاي تساعدنا ولا جاي تصطبح هنا؟ شوشو ما تفصلنيش، اهم حاجه مع خطيبتك لازم تختار، يا تعيش راجل ولا تعيش مبسوط. طب وانت ايه؟ انا الحمد لله مبسوط. يا جماعه انا عايز اعرف دلوقتي فين الزفت اللي اسمها فتحي عشان نخلص من مكان الزفت اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. بس اهي جت اهي. بس هي مالها عامله في نفسها كده ليه؟ اكيد خدت فلوسنا وعملت عمليات تجميل في لبنان. لبنان انتوا بتستعبطوا ولا انتوا مش عارفينها؟ مين دي؟ دي الفنانه رانيا يوسف. يا عم رانيا يوسف ايه؟ دي الخنازير البريه. ما هو المسلسل اسمه الخنازير البريه. بجد؟ ايوه. الستايل بتاعها خطير. انت بتتريقي ايه؟ شايفه الشعر الاصفر مش القرف اللي انت عامله لنا؟ اه ضربالنا راسك بميه اكسجين وعامله لنا على فرانكا. اخرسي بدل، بجد وحياه ربنا هعيط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه اللي اخرك كده يا فتحي؟ قطعوا النسوان على لبس النسوان، العيال في الحته بهدلون طول ما انا ماشيه، يجروا الشعبطوا يجروا الشعبطوا. طب وما فرملتيش فجاه ليه؟ يقع على طول. ما جاتش في بالي بقى. معلش، الحمد لله على السلامة يا ست فتحي. الله يسلمك. يا ست فتحي، يا جماعة الجملة دي مش راكبة معايا، مفيش حاجة اسمها الست فتحي. أيوة صح، إيه موضوع فتحي ده يا فتحي؟ أنتِ باباكي سماكي فتحي؟ لا ده مجرد بس نيك نيم كده عشان لما أخذ الشغل يمشي، لكن أنا اسمي الحقيقي جايدة. طب والنبي وأنتِ جايدة هاتي لي معاكي ولعة. ممكن تديني شفطة؟ أه اتفضل. سيف. إيه؟ أكيد اسم جايدة عليكي أغرب بكتير بالنسبة لي من فتحي، فإحنا هنقول لك يا فتحي عادي. ماشي يا جماعه، ممكن نشوف مكان تاني نقعد فيه غير المكان دوت عشان انا متوتر جدا. وماله المكان ده؟ ده انا بفكر اتجوز واقعد هنا. بقول لك يا ست فتحي. نعم. اخبار القانون الجديد هنا ايه؟ لا والله جيت لي متاخر، اخر تربتين لسه مأجراهم. سيبك من الواد المسطول ده، خليكي معايا انا دلوقتي. هنعمل ايه في موضوع العقد اللي احنا عايزينه من المتحف؟ اعتبريه معاكي يا ابله. بص يا اساتذه، اهم من الشغل تظبيط الشغل وتستيفه، احنا بس اهم حاجه نعرف كل حاجه عن المتحف. المتحف ده اتاسس سنه 1838، كان بتاع واحده اسمها نازك هانم الغندقلي. نازك هانم الورثه بتاعتها اللي هم احفادها اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. لما اتبرعوا بيه لوزاره الثقافه سنه 1957. انت عبيط في دماغك يا كابتن ولا ايه؟ تاريخ. تاريخ ايه؟ انا مش عايز اعرف ده، انا عايز اعرف كل حاجه عن المتحف، يعني عايز اعرف مداخله، مخارجه، البروز، المناور، في لا مؤاخذه كام كاميرا معشاه جوه المتحف. ودي انا اعرفها ازاي بقى يا فلقوسه؟ فلحوسه. لا فلقوسه احلى عليها. مش فارق،
هنعرفها ازاي بقى؟ هو انا عويله حضرتك يعني مستنياكي تيجي تقولي هنعمل كده ازاي؟ انا صحيت الصبح كده راحت الفكره فطت ونطت في دماغي، رحت قلت ايه يا بنت البسي سايحه اجنبيه. انت كده لابسه سايحه اجنبيه؟ اه. طب وحياه باباكي اللي سماكي فتحي انت كده من بلد ايه؟ بصي هو انا ارجنتيني قلب على ارمني يعني، بصي في الاخر طلعت مني بولندي. احلى كلاب الكلاب البولندي. يكرم اصلك. المهم بقى وانا رايحه المتحف لقيت واد شيكي ميكي كده مع عده اصلي، رحت سالتها منه العده بقى، رحت مصوره بيها كل حاجه بقى من الصغيره للكبيره في المتحف. حلو قوي. فين الصور بقى؟ لا ما انا بعت العده وانا جايه وخدت التم. ايه بالصور؟ امال يعني اخسر فيها؟ انت حراميه ذكيه قوي ما شاء الله. ما تقلقوش يا اساتذه المتحف كله هنا. هو المتحف مش كان في الزمالك يا جدعان؟ ايه اللي جابه هنا؟ ريح ريح انت بس يا هاني، مالكش دعوه. بقولك يا معلمة هنعمل ايه دلوقتي؟ بص يا أمور انا اكتشفت ان المتحف ده جاي على ناصيتين، يما قبلي ويما بحري، احنا بقى نخش من اليما البحري عشان تراوى. طب اليما البحري دي بقى من انهي شارع؟ لا يا حضرتك مش على شارع، دي من المية جوه النيل في البحر. يعني احنا نعمل نفسنا تماسيح طلع من النيل عشان الناس تخاف وتجري. تماسيح ايه يا كابتن؟ هنخش بمراكب. I love the idea. انت طلعتي ذكية على فكرة. انت عارفه النيل بيجيب بوزيتيف انرجي. سيبك من العيال السيس دي وخليكي معايا انا دلوقتي. احنا هننفذ العمليه امتى يا معلمه نجفه؟ اولا ما اسميش نجفه، انا اسمي اختك فتحي، وانا شايفاكي متوتره كده واخده العمليه دي على صدرك وزعق. بصي يا ابله احنا لازم نطريها على نفسنا عشان احنا كده كده جوه العمليه بنشد، فلازم قبل كده نرخي يعني. المهم يعني انتوا النهارده بالمشيئه كده كلكم تجوري في مرسى المراكب اللي في المنيل ونتكل على المتحف. امين امين. احمد واسماعيل. في المكان ده هو هنا؟ اه. شكله عفاريت قوي. انت خايفه من العفاريت؟ ما خايفه من المكان. يا فين بقى الست الهانم؟ كده معلمه من حته كده اتفاجئ. لا انا متخض. ايه ده؟ سلام عليكم. ايه راح فين؟ ايه لسه معلكم ماشيه؟ انا جايه لكم اهو. فتحي انا عايز اسالك سؤال. اتفضلي. هو انت وانت صغيره لما قالوا لك ان انت هتبقي حراميه ادوكي ده كيونيفورم يعني؟ اه بنلبسه بيكبر معانا. بيكبر معانا ايه يعني؟ انت يعني انت بتخرجي من بيتك كده عادي تمشي في الشارع عادي؟ اه عادي. باين جدا يعني، بتروحي مثلا تروحي تشتري فول وطعميه باللبس ده ما عندكيش مشكله؟ ده لبس عصابات من ساعه ما الدنيا اتخلقت، من ايام عصابه القناع الاسود. ده عملوها في عنتر ولبلب. سيف مفقوسة مفقوسة جدا. دي مش أول مرة تسرق، هي عارفة كويس هي بتعمل إيه. قولي له والنبي قولي له عشان بس مفيش وقت والنبي للرغي ده، ويلا بينا نشوف شغلنا. أيوه يلا يا جماعة نسرق. I'm so excited. يلا بينا. يلا على المركب. يلا مركب إيه؟ هنركب المركب دي كلها نتفضح. تعال يا ابني تعال. أوكي يبقى في حاجة تانية. أنت نزلني تعال يا حاج. على مهلك. على مهلك. على مهلك كمان. حسبي ان اللي تقع على وشك. شكرا الله يكرمك. هنركب في اللوكا. ايه ده في واحد في المركب؟ ايه ده اشمعنى دي عارفاه؟ استنى في واحد في المركب تبعي. بجد؟ اللي في واحد في المركب يعني؟ ايوه يا ابني هي عندها تيم بتسرق بيه. فيش يا أمور. خش. أيوه. ها. بس احنا كده وصلنا المقر، نبتدي بقى نوزع المهام. يلا شرهان وهاني هتخش المتحف،
تشدوا سكينة الكهرباء تقطعوا النور عن المتحف. نيلي وسيف تخش عند العقد تجيبوا العقد والجولي بس. وانت بقى يا فتحي هتعملي ايه؟ لا انا هعدي على خالتي هنا ساكنه في الكتكات، اخدها افسحها شويه في الفلوكه الحلوه دي، وانتوا على ما تخلصوا تدوني رنه صغننه اجيلكم نروح سوا. وحياه امك جرايبله في ايه؟ ما انا قلت لكم من الاول ان الشغلانه دي محتاجه رجاله معايا. الله، وبعدين انا اصلا بقالي كتير ما عملت الشغل بايدي، وكمان ولا لياقتي ولا مكانتي الاجتماعيه يسمحوا لي بالشغل ده. في ايه يا عم عزه العلايلي؟ هو احنا رايحين نفجر ايلات؟ وبعدين ايه حوار مكانتي الاجتماعيه ده؟ اصل انا اصل ايه؟ بصوا من الاخر كده، انتوا شكلكم ولاد حلال وانا حبيتكم يعني زي اخواتي واتسمت فيكم الخير. فبص انا هجيلكم على الدغري واحكي لكم بصراحه، انا اصلا مش حراميه، انا بسرق وانا مجبوره. الله يسامحك يابا، خلتني كده مقهوره، طلعني ليه حراميه؟ انسانه مش متربيه. ايه ده؟ هو احنا طالعين نسرق مع فؤاد نجم؟ استنى، هي مش دي اغنيه مع احترامي انا مش حرامي؟ ده بتاعت مين دي؟ احمد فؤاد نجم. بقولك ايه يا فنانه، هتقعدي تقولي لنا بقى صعبانيات وتغني علينا؟ الكلام ده ما ياكلش معانا، انت قابضه فلوس وانت اللي هتخشي تسالي عقد. خلاص يا شريهان، لو هي مش عاجبها الكلام ممكن نخلي صباح تعمل معاها زي ما عملت مع السيد عضه. سيد عضمه whatever، هي هتعرف تتصرف معاها. انتوا هتقرفونا كل شويه صباح صباح، الشغلانه المنيله اللي انا غرست نفسي فيها دي. خلصونا يا جدعان، هطلع معاكم. يبقى استبينا، هطلع انا وفتحي وسيف نجيب العقد وانتوا تراقبوا لنا الجو. سيف ايه؟ ما تطلع انت وفتحي وشريهان. يعني ايه؟ البنات تدخل تعمل المهمه وانتوا تقعدوا تتفرجوا؟ يا سلام، دلوقتي البنت مش زي الولد؟ فين البنت المهندسه والمحاميه؟ اهي بقت حراميه. مش هرد عليك. معلش، المره دي هتبقى لدرجيه. يلا بقى، انا مش عارف ازاي اطوعكم واطلع اسرع انا دلوقتي. سيف كفايه دلع بقى، يلا ما تعطلناش. خد يا عم الواد الخير، خد الشفاه عشان ما تخافش. يلا خد معاك تورتش هي تنور لك جوه. يلا بسم الله الله اكبر. يلا يا عم. حاضر. هاني رايح فين؟ هات ايدك. تعالى اسندوا الطفل ده. عم ابراهيم هنا خانقه قوي، خلينا نطلع نستناهم بره في الهوا. بقولك ايه، هي خالتي ما حكتلكيش عملت ايه مع سيد عظمه؟ لا مش عارفه، هي قالت لنا هتقول لنا لما نكبر. اي جاس حاجه عيب. خد يا فتحي، انت هتبيعني ولا ايه؟ فتحي شايف البوزيتيفيتي اللي طالعه من النيل؟ الجو تحفه. شمنتي البوزيتيفيتي اللي طالعه من شكماني الماركت؟ ما رشقتش في صدرك غشلقته؟ لا طبعا، لان انا مش بشوف الحاجات النيجاتيف اللي زيك دي. والنبي تلاقي على عينك بقى بالنيجاتيف والبوزيتيف بتاعك ده، عشان انا شاكه ان الواد هاني ده هيطلع حرامي بجد ولقى نفسه في الشغلانه دي. شاكه؟ انا متاكده ان هاني ده هياخد العقد ويهرب بيه ومش هنعرف نجيبه. وجهه نظر يا نيلي، اول مره تقولي حاجه صح. تعالوا فتحته. يا للغباوه دي، انت اللي غبي ومتخلف. خلصونا الله يخرب بيتكم. تعالوا تعال انت. ايه؟ روح من هنا هتلاقي سكينه الكهرباء، شدها تقطع النور وجن عند العقد. يلا ماشي يا معلمه. وانت تعال. اجي في ايه؟ خلص يا فتحي. يلا استر يا رب. العقد في المكان ده يا فتحي. فين؟ اهو. اه هو ده. بس على مهلك بقى. اه استر، هو ده اللي انتوا عايزينه؟ ايوه ايوه هو صح. ده ما تكهربش والنبي. بس يلا بقى استني. صحيح ايه؟ ممكن يكون الانذار متوصل بجنريتور. ايه
عم السيميليتور ده؟ احنا في دريم بارك. سيميليتور ايه؟ بقول لك جنريتور. اللي هو الجنريتور ده اللي هو بيولد كهرباء. يعني اللي هو بيعمل ايه؟ بيولد يعني لما النور يقطع هو بيولد كهرباء. انت قصدك اليو بي اس. انت عارفه اليو بي اس ومش عارفه الجنريتور؟ اه يا اخويا عارفه اليو بي اس. وبعدين ما هو احنا اصلا خليناه يقطع الكهرباء عشان الكهرباء ما هتقطع اليو بي اس مش هيشتغل. انت متخلفه. اليو بي اس اصلا معمول عشان لما النور يقطع يشتغل. استغفر الله العظيم يا رب. استسف، هو حضرتك اللي حرام ولا انا اللي حراميه؟ انت طبعا الحراميه. طب حضرتك دلوقتي بتشتغل ايه؟ انا مش بشتغل، انا بدرس. بتدرس ايه؟ هندسه كهرباء. هندسه كهرباء. انا ينفع افتي دلوقتي في شغلانتك؟ فتحي انت دلوقتي بتفتي في شغلانتي، انت ما بتعمليش اي حاجه غير انك بتفتي في شغلانتي. ايه يا جماعه؟ ايه ما خلصتوش ليه؟ هنخلص حالا. بتعملي ايه؟ يا عم خلص بقى، انت في ايه؟ الانذار هيضرب. مش انت دلوقتي كل مشكلتك في الحياه ان انا اخد العقد ده من غير ما اشيل الصندوق الزجاج عشان خاطر الانذار ما يضربش؟ ايوه خلاص، انا هاخد العقد من غير ما اشيل الصندوق الزجاج. ازاي بقى يا ست كاثرين زيتا جونز؟ هوريك حالا. هات تعالى في ايدك ده. خدي. يا اتمسكوا ولا ايه؟ طب يلا نهرب احنا. يلا يلا. لا لا يا نيلي، مش هينفع نهرب ونسيبهم، انا عايزه العقد برضه. وجهه نظر. اول مره تقولي حاجه صح يا شريهان. امسك نفسك، امسك نفسك. طلع بتحرق لي، انا مش قادر. خلاص ما تلعبش فيها. هاني هاني، انا مش قادر. واضح انها النهايه. لا نهايه ايه؟ احنا لسه في نص رمضان. طب كملوا انتوا الطريق اهل. انا المشاهد دي بتاثر فيا قوي، بس مفيش وقت. يلا نقطوا. يلا يا اخويا عدي، ما تستموتلناش. تعالى اسند عليا، اسند عليا. بيعملوا ايه؟ هينطوا؟ يا لهوي، ايه ده؟ ده طلعت غاويه قوي. امال انت فاكراك كبرتاج ولا ايه؟ طب انت معكش عوامه بطه؟ لا بقول لك ايه، شجع كده ونطي قفزه الثقل. يلا. مش عارف سمعت كلام كوني انا وجيت معاكم عشان ما عندكش شخصية. يا جماعة انا بنزف جامد قوي، محتاج نقل دم وفصيلة دم نادرة، انا كده هموت. خلاص بقى يا سيف، شكلها حاجة بسيطة يعني، مش هتموت ولا حاجة، بس من فضلك ما تقربش مني عشان انا ما بحبش الدم يجي على هدومي. دم ايه يا جماعة؟ ده جرح سطحي. جرح سطحي ازاي وانا حاسس ان الرصاصه نزلت في كتفي؟ بقول لكم يا كباتن، العقد ده فوش. فوش؟ فوش يعني ايه؟ مش عارفه يا اختي يعني ايه فوش. يعني فالسو، يعني اي كلام، يعني مضروب، يعني طلع فتش. وات فتش؟ يبقى اكيد العقد ده هيوديني لحاجه تانية. بموت. بس بقى هنعمل ايه في المصيبه دي؟ طب اسمعوا، احنا ناخد سيف ونسيبه عند اي مستشفى ونروح نشوف موضوع الفوش ده ايه. انتوا عايزين تاخدوني لحم وترموني عضم، ولما اروح المستشفى يقولوا لي مالك في كتفك في ايه اقول لهم ايه؟ ده كاتشب؟ انا مش رايح لوحدي، كلكم هتقعوا معايا وهدرجركم كلكم. بقول لك يا كابتن، اهدى على نفسك كده وبلاش افوار، عشان الفيلم ده انا شفته قبل كده. خلاص يا جماعه، احنا نطلع على صباح وتشوف لنا صرفه في موضوع العقد ده وكتفي، وتشوف لنا صرفه في موضوع كتفك، وتشوف لنا حاجه ناكلها عشان ميتين من الجوع كلنا. يلا بينا. خدني معاك يا هاني. خليك بقى هاني، انا بنزف يا هاني. سلام يا عم ابراهيم، خلي بالك من نفسك. انت واثقه في عم ابراهيم ده ولا هيروح يفتن علينا؟ هيفتن علينا اكيد، ده سامع كل حاجه، ده مخبر اساسي. هاني. ايوه. الرصاصه لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش لما نوصل بالسلامه تبقى ترجعها لهم. اهدي. معلش في ايه؟ انت يا عم يا اللي منور العالي، ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه؟ ما تطوليش بقى فيها. نور ايه؟ ايه ده؟
خير؟ لو سمحت مستر محزوز موجود؟ محفوظ. تمام يا فندم، هو موجود. في ميعاد؟ ممكن تقول له نيلي وشريهان احفاد مكاوي. تمام، لحظات وهبلغ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنات، ازيكم؟ هاي. معقوله كبرتوا وحلويتوا قوي كده؟ اهلا اهلا اهلا، اتفضلوا. ميرسي. ثانك يو انتي، ده من ذوقك يا حاج. حاج اكيد انت بنت عبد الحليم صح؟ صح. وانت بنت عبد الله؟ ايوه. وانت ابن مين يا حبيبي؟ انا ابن صادق جاد الحق. مين صادق جاد الحق؟ ابويا. هذا سيف، هيز ا فريند اوف ماين، هو مش قريبنا خالص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انكل، احنا كنا عايزين حضرتك في موضوع. انت تأمري بس مش نشرب حاجه تطري على قلبنا في الاول. عندنا هنا مخيتو يجنن. متر، تحت امرك يا استاذ محفوظ. اربعه مخيتو بسرعه لو سمحت، اكسترا ليمون، اكسترا من اكسترا اي، اكسترا جبنه رومي، وحياه ابوك وسيح. اكيد اكيد انت بنت عبد الحليم. اهلا وسهلا. اهلا. هو ده بقى. اتفضل. شكرا يا ابني، متشكر جدا. تشيز. نعم. ها، وانت ابوك عامل ايه؟ لا، انا ابويا الله يرحمه مات يا حاج. الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. وانت باباكي عامل ايه؟ أنا بابي في السجن. أنا مكرم. أهلا وسهلا. أنا وأنت برضو بابا في السجن؟ لا، أنا بابا في السعودية. معلش معلش يا بنات، أنتوا لازم تعذروني، أنا بقالي 10 سنين من ساعة ما عملت المكان ده هنا في الغردقة وأنا ما بنزلش القاهرة، لا أعرف فيها إيه ولا درس فيها بيعملوا إيه. حلو أول ملوخيته ده، بس أنتوا ليه مش بتخرطوا الملوخيته وبتحطوها زي ما هي؟ لا لا لا، وحش، ما عجبنيش، بيلسع كده، بينك في حاجه مصننه. ده حلو قوي الدوله ناتش. الملوخيته ده. ايوه. انكل، احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه كده. تحت امرك يا حبيبتي، بس مش الاول تشربي الدرينك بتاعك علشان تبلي ريقك وبعد كده نتكلم. والله انا مش قادره خالص، اصل احنا جايين من السفر على حضرتك على طول. طب مش عايزه الملوخيته بتاعك الدول. اتفضل. انتوا جايين من السفر على هنا على طول؟ مش معقول، يبقى انتوا بقى على لحم بطنكم، لازم تاكلوا. عندنا هنا فيل يجنن، بنجيبه من المزارع بتاعتنا في نيوزيلندا. انا اول مره اسمع ان الفيل بيتاكل. طب لو امكن بقى يبقى حته من الزلومه عشان تبقى مقرمشه. فيل ايه متخلفه؟ بيقول لك فيل، فيل يعني لحمه عادي. اه يعني اكل. إيه؟ طب لو اكل بقى؟ لا مش عايزه لحمه، ممكن بقى شويه فراخ كده محمره على رز ملوخ او حواوشي. عندك حواوشي يا حاج؟ فعلا فعلا بنت عبد الحليم. على العموم انا تحت امرك في اي حاجه انت عايزه تاكليها، اما الحلو بقى فسيبيه عليا. عندنا كريم بيولي يهبل. ايه البراولي ده يا حاج؟ مش بقول لك فعلا بنت عبد الحليم. هو ليه كل ما اقول لحضرتك حاجه فعلا بنت عبد الحليم؟ هو ابويا ده كان بكابورت وانا مش عارفه. مستر حنتوس، هتشرب الملوخيتو بتاعك؟ لا لا، اتفضل يا حبيبي. اديني بقى ملوخيتو. انا بقى انا مش شايفه كيف انا ملوخيتو. سيف، انت كويس؟ انا كويس. بس الملوخيتو ده بيمشي البطن وانا مش شايف حمام هنا، ولا انتوا بتحفروا في الارض ولا بتعملوا ايه هنا؟ لا لا لا، الحمام هناك على ايدك اليمين. طيب مش هروح انا بقى. اتفضل اتفضل. اروح الحمام انا. مش مهم. انكل، احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه ضروري قوي. تحت امركم يا حبيبتي. انتوا مش عارفين جدكم كان يعني ايه بالنسبه لي، ده ياما وانا صغير ساعدني ووقف جنبي، ده صديقي الصدوق، حتى بالاماره كمان العربيه اللي اداها لي زمان وانا صغير لسه محتفظ بيها في المكان ده لغايه دلوقتي، كانت وش السعد عليا. عربيه ايه؟ عربيه اداها لي زمان قبل ما يموت الله يرحمه. طب هي فين العربيه دي؟ موجوده هنا طبعا.
طب ممكن نشوفها بعد اذن حضرتك؟ طبعا يا حبيبتي تحت امرك. اتفضلوا اتفضلوا تعالوا اتفضلوا. خلاص بقى اهي هي دي. طب بعد اذن حضرتك احنا عايزينها. ايه عايزينها؟ عايزينها ده ايه؟ روح النونة. هو مش حضرتك قلت لنا ان جدنا اديها لك هديه؟ احنا عايزين نرجعها. في حد بيرجع الهديه برضو؟ معلش يا انكل محفوظ، اصل احنا عندنا شويه ظروف كده وكنا مزنوقين في فلوس، فممكن العربيه دي تحل لنا الازمه. مزنوقين؟ اه. طب حس ان انتوا مزنوقين بقى، انتوا بتعدوا عليا اول كل شهر، اغديكوا ولا اعشيكوا ولا ادوكوا حاجه تدفعوها؟ ايه يا عم انت، واحنا بنطلب منك حسنه؟ احنا بنطلب حقنا. طب ايه رايك بقى يا برنس ان احنا مش هنخرج من هنا الا لما ناخد العربيه دي؟ لا، هتخرجوا من هنا ومن غير العربيه دي، وهتخرجوا بالذوق احسن ما اجيب الامن يهزقكم ويبهدلكم، مفهوم؟ وهتدفعوا ثمن المخيط اللي انتوا شربتوه. ها، على فكرة أنت اللي عزمت علينا يعني. استني عشان بيقولك هندفع المخيطه. معاكي فلوس يا نيلي؟ لا طبعا. أنت معاكي؟ أكيد لا، ما كنتش سألتك. طب نشوف سيف، أكيد معايا. أكيد سيف. بيعمل إيه ده؟ هنعمل ايه بقى مع انكل محفوظ ده؟ انت لسه بتقولي عليه انكل؟ ده راجل ما عندوش ضمير. ايه ده؟ نعيم، نعيم يا نعيم، يا نعيم وحشتني يا نعيم. سوري هيز درونك، هاف ا نايس داي. انت بتتكلمي انجليزي ليه؟ ده نعيم. اسكت بقى، كفايه فضايح، خليك ماشي ورانا هنا. طب تفتكري العربيه دي هيطلع فيها الفلوس فعلا؟ لا طبعا، ما كانوا لقوها من زمان، اكيد عدد تاني. ايه؟ لا عدد تاني؟ لا انا مش قادره على الفرهده دي بقى بجد. بس يا حبيبي بلا. بقولك ايه يا شريهان، ما تيجي نفكنا بقى من الكنز واللغز والكلام ده ونروح نقضينا يومين في الجونه وخلاص، وبابي بقى هارد لك هو حظه كده. هنعمل ايه؟ انت هبله يا بنت انت، جونه ايه؟ حرام عليكي. بقول لنا بقى فين اليخت بتاع صاحبك مو ده؟ عشان خلاص رجليا وجعتني. اليخت اهو. ايه ايه اتأخرتوا كده ليه؟ مفيش اصلا. بس بقى ايه يا هاني اللي انت عامله ده؟ يلا انت فاكر نفسك بتنشط السياحه يا روح خالتك؟ سياحه ايه؟ دول زمايلي في المعهد، وجيت هنا سبحان الله لقيتهم صدفه. قولي لها يا سماح. يا جماعه مالكم قافشين كده ليه؟ يلا اطلعوا بسرعه، ده الست قريبتكم دي طلعت جامده. بس قريبتنا مين دي؟ ايه واو، خالته صباح. نهار اسود يا خالتي، انت جيتي مع مين؟ جت معايا. انتوا ما تعرفوش تزوغوا مني. فين ماما ميمي؟ ماما ميمي يا حلوه في الحفظ والصون. خطفتوها يا كلاب؟ لا، بنفرجها الشعب المرجانيه. ماما ميمي لو سمحتي اقعدي حبيبتي. حاضر حاضر، هركبك باراسيلينج تاني. هي ايه يا اختي المزيكا المسخه اللي حاطينها دي؟ شيشي انت بقى ومزاجك عنب، ومش همك المصيبه اللي انت دبستينا فيها. مصيبه ايه يا اختي اللي انا دبستك فيها؟ التسليمه السوداء اللي سلمتيها لنا للي اسمه ضاحي ده. انا يا اختي ما سلمتش حد وما اعرفش حاجه. الراجل جالي وقال لي ان هو صاحبكم وسالني راحوا فين. قلت له يا اخويا راحوا الغردقه. قال لي طب انا رايح له. قلت له طب والنبي يا اخويا عشان خاطري تاخدني معاه. خدني معاه. مش انتوا اللي سبتوني وتلمتوا على بعض وما رضيتوش تاخدوني؟ قال ايه مفيش مكان في العربيه، اديني جيت لكم على قلبكم اهو. انت عارفه الراجل اللي انت جبتيه لنا ده مين؟ هيكون مين يعني؟
الزفت المساعد بتاع عم دهب اللي احنا ما صدقنا ان احنا خلصنا منه. تخلصوا من مين يا حلوة؟ اوعوا تتخيلوا انكم تقدروا تخلصوا مننا، اي حاجة بتعملوها بتبقى تحت عينينا، فما تفكروش انكم تقدروا تزوغوا مننا عشان ده مش هيحصل خالص. لا خالص، نزوغ ايه؟ احنا اصلا جايين لغردقة عشان انا اخد تان، وانا كمان حتى I got sun kissed. مش حاسس؟ انا كمان مش حاسس، وبعدين كمان عشان ندور على الكنز واحنا فريش. وكنت رايحين لمحفوظ عشان تبقوا فريش برضو. اسكت، ده عندهم بقى كريمة البراوني دي تحفة، بص مزلزة كده. ده انا بحب الزليزة هاوي. تاخد امسك يا مزلز انت. بقولك ايه يا اختي، انا ماليش خلق، انا جاي عشان اسيف وانبسط واشم هوا واشم النسيم كمان معاه. عن اذنكم بقى. براحتك يا بهدورة، براحتك. انا رايح اخويا اقعد مع الشباب. بقولكوا ايه، انا مش جاي نهرج، احنا ورانا شغل. ليكوا ايه عند محفوظ؟ لقينا عند محفوظ العربيه اللي كانت في اللغز. حلو، ولقيتوا فيها حاجه؟ ما عرفناش نوصل لها، متعلقه في حته عاليه في المطعم. احيه، وهنعمل ايه؟ ولا حاجه، هنروح بالليل هيكون زحمه ودوشه وكده، فهنتسبسب في وسط. هنتسبسب ايه؟ نتسبسب ايه؟ ما هنتسرسب. اوكي وات ايفر، هنتسرسب في وسط الناس ونوصل لها. طب لو اتقفشنا؟ لا لا لا، ما تقلقوش من الحكايه دي، حتى لو اتقفشتوا هخرجكم منها زي الشعر من العجينه. فوتكم بعافيه. بس اوعوا تفتكروا انكم تقدروا تغيبوا عن عينينا، ها؟ Big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. استنى يا هاني، ما انت ما بتعرفش تعوم. ايوه.
ايه هم اللي اتبقى برافوش عبو. استنوا بقى ما مؤاخذة يا حاج. ايه ده؟ عوش عبو استنى هادي دوامة. سيبوه يغور في داهية. ايوه ده مش مهم مش مهم عادي سيبوه. اطلع يا هاني اطلع. هم العيال دول مجانين ولا ايه؟ رايح فين يا اخويا؟ لا بلاش انت مصر عايزاك استنى. يلا يا اخويا الحقنا الحقنا يا اهبل منك لو ازيك يا اهبل؟ استنى ما دي اقرب يا ابو. يا نهار اسود سبتوني لوحدي في المايه؟ بس ده ما بيغلبش ابدا. انا هتصرف هتصرف هتصرف. ايه المنظر اللي انا شايفاه ده؟ انت جبتي الشيشه دي منين؟ هو انت ليه مصره تفضحيني وتعريني قدام الناس؟ مالك يا شملوله مستعريه من الشيشه ليه؟ دي الشيشه يا اختي حتى بقت عالميه، كل العالم بيشايش زيها زي الشاي. مش شايفه الروسيات اللي هناك دول الامامير دول بيشيشوا، وكابتن ميدو كمان بيشايش، وكيم كارديشيان بتشيش، انا شفتها بعيني وبتشرب سلون كمان. مش مصدقه التخلف اللي انت بتقوليه. انت عارفه انت ناقصك ايه يا صباح وتكملي الفضيحه؟ ايه يا روح؟ ناقصك مفرش وحله محشي. اخسى عليكي، ودي حاجه تفوتني جبتها طبعا، بس دخلتها جوه في المطعم عشان يسخنوك، اصلها ما تتاكلش بارده ابدا. اشيل لك صباعين؟ صباح انا كنت ابتديت احبك واشوف فيكي حاجات كويسه، من فضلك ما تلغيهاش بقى بليز. النهارده ما تتكلميش معايا خالص. اوكي اوكي، بس بقول لك ايه يا اختي، والنبي وانت رايحه كده بيقولوا الواد بتاع الشيشه يجي لي عشان عايزاه يسلك لي الرفاص. عيب اللي انت بتقوليه ده، انت بتقولي ايه؟ جهله. هو انت فاهمه حاجه؟ هو انت تعرفي انت الشيشه دي ايه؟ شريهان ملك قاعدة متضايقة كده، أكيد مكسوفة من خالتك والحاجات اللي بتعملها. بقولك إيه يا نيلي، فكك مني عشان متضايقة بجد، وممكن أديكي من البوكس عادي. ليه مالك؟ إحنا قاعدين على البحر، المفروض تبقي مبسوطة. أنت أصلاً أول مرة تشوفي بحر عجاز صح؟ بلا بحر بلا زفت بقى، أدي أهو اتفضلي، ده اللي خدناه من البحر. اوكي بصي شريهان، هو عنده حق بصراحه. عنده حق ليه بقى؟ ان شاء الله هم احسن مني في ايدي، حتى مسلوعين وقد كده. لا يا شريهان ام سوري، اكيد مش هتدخلي في مقارنه مع دول، عشان لو دخلتي في مقارنه هتبقي خسرانه. خسرانه ليه ان شاء الله؟ عشان دول بنات. بنات؟ امال انا ايه يعني، سوزوكي تمنيه؟ لا حبيبتي you're beautiful I know، بس انتي عندك سم ايشوز كده. بقولك ايه يا نيلي، بلا سم ايشو ولا بتاع بقى، اسكتي عشان انا ممكن اديكي في وشك. شريهان I'm your cousin فلازم ابقى دايركت معاكي. يا بخت من بكاني وضحك عليا، ولا من بكاني وضحك عليا. ايه اللي انتي بتقوليه؟ ما الاتنين واحد، ضحك عليا دول الاتنين حاجه واحده. يا بخت من بكاني وضحك عليا، ولا بكاني وقفل عليا. يا نيلي انتي بتقولي اي كلام، خلاص اسكتي. انا فاهمه انتي تقصدي ايه، انا عارفه ان انا يعني شكلي مبهدل ومش مهتميه بنفسي، بس والله غصب عني يا نيلي. اعمل ايه؟ مش بايدي. لا مش غصب عنك، اهتمي بنفسك شويه. امتى بس يا نيلي؟ ده انا كنت بصحى من النوم انزل على الشغل، ومن شغلانه لشغلانه، وبرجع اخر الليل مهدوده وتعبانه لغايه ما اتعودت على كده. وبعدين يا نيلي انا معيش ولا فلوس ولا وقت عشان اشيك واجيب لبس واحط مكياج زيك كده. انا عارفه حبيبتي ان انت you're very busy وعندك من شغلانه لشغلانه، وكل ده حاجه كويسه،
بس معقولة يعني يومك كله ما عندكيش فيه ساعة واحدة حتى تروحي سبا؟ سبا؟ ايه اللي سبا ده؟ استغفر الله العظيم، احنا غلابة ان اللي سبا ايه؟ ده مش حاجة حرام على فكرة، كل بنات بتروح، قصدي يعني ان انت تروحي تقعدي في جاكوزي في ساونا تعملي مراكن باث. طب ما عادي، ما انا كل عيد اضحى بروح حمام التلات اتكيس واتكبس وبطلع منه وردة مزنهرة. مرة واحدة بس في السنة بتروحي عشان تطلعي وردة مصنفرة؟ مصنفرة ايه؟ بقولك مزنهرة زي الفلاور كده. اوكي طب بلاش سبا، روحي للكوافير. كوافير؟ كوافير ايه يا نيلي؟ وانا لاقي الشطف؟ وبعدين انت عارفة الكوافير ده ممكن ياخد مني كم؟ مش اقل من 15 جنيه، يعني هيفرمني. 15 جنيه ليه يا حبيبتي؟ انت رايحة تعملي شعرك في بنزينة؟ بنزينة؟ انت هتقعدي تتريقي في بنزينة نيلي؟ انا مخنوقة بجد وتعبانة. شريهان دي حجج هبلة قوي. It has nothing to do with الفلوس. البنت لما بتكون عايزة تبقى حلوة بتبقى حلوة. طب ممكن أعرف إزاي حلوة دي؟ مبدئيا شيلي القبعة اللي على دماغك دي، والباقي بقى هوريهولك قدام مرايا، مش هعملك ميك أوفر في البحر يعني. بجد يا نيلي يعني ممكن تخليني شكلي كده يبقى حلو زي كده، أو مثلا تخليني ستايل وفاء عامر؟ زي أنا كوين أن نو واي، بس ممكن اخليكي تكوني زي وفاء عامر او ايتن. حلو حلو ايتن برضو بطايه كده. ماشي اوكي. I'm so excited. غرقنا 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 غرقنا. ايه لفه كمان؟ يلا تعال انزل. لا لفه كمان. لا حلو قوي كده. يلا يا ابني شوف صاحبك فين. ايه يا ابني اللي منعمك فوق كده؟ يا سيف حد يا ابني نام فوق العربيه. انزل انزل يا ابني. معلش اصل انا كنت مدروخ وفي مرجح في دماغي بتتمرجح كده ايه القرف اللي انت عملته ده؟ قرف ايه يا عم؟ في ايه يا عم انت متضايق كده ليه؟ متضايق عشان العربيه. ايه يا عم انا كنت عملت فيها حمام؟ لا رجعت فيها. خلاص معلش امسحها فيا انا، مش القذاره اللي عملها الموقف يعني. انا ما اعرفش انت متعصب على ايه؟ دي عربيه نص نقل. ايوه بس عزمها شديد برضو يا سيد. نص نقل ايه يا هايف انت وهو؟ انتوا عارفين العربيه دي بكام؟ معلش بقى ما تخلوش يفصل لك، احنا كنا مفرفشين. ايه العربيه دي؟ انت بتوزع بيها جبنه؟ ايه يا واد يا سيد؟ ما تبقاش كلح كده، قول للراجل كلمتين حلوين. وانت يا اخويا اهدى شويه كده، ده انت حلو كده اهدى شويه. هو ايه يا جماعه اللي حصل فيه؟ ايه تعالى يا نيلي شوف اللي انت جايباه ده، رجع في عربيتي. وانت عارفه انا بحب العربيه قد ايه. لا ومتضايق قوي ان انا زعلان وانا ما اعرفوش اصلا. وانا اصلا ما اعرفكش وما شرفنيش ان انا اعرفك. ولا انا شرفني اعرف واحد لوزر زيك بشكلك ده. يا جماعه استهدوا بالله، ده شيطان ودخل بينكم. ما هو طبعا طبيعي ان الشيطان يبقى قاعد معانا في وسط الخمره والنسوان دي عادي. اسم الله على شكلك انت يا حبيبي. ماله بقى شكلي؟ شكلك حلو وجميل وعضلات وحاجه تقرف، وعندك شركه ومعاك فلوس. الرجوله مش بالحاجات دي كلها يا حبيبي. امال بايه؟ ايه يا عمنا ده انت ابو المفهوميه وعارف الرجوله بايه؟ مش بالقذارة اللي في دماغك دي. ما قلتش حاجة. بالعلم اللي قدامك ده وبلا فخر حاصل على الثانوية العامة بمجموع 103.5%، 2 بكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف، حاصل على الزمالة من جامعة السربون كامبريدج وجامعة المنوفية، ده غير ان انا حاصل على الحزام الاخضر في الكاراتيه وحاصل على لقب بول بول طليعة الكشافة البحرية. احنا كراسنيت البحار، احنا ملوك الكشف النار. والنار بتقيد على سقف ايد. بحرية بحرية بحرية. ولا يفرق بالنسبة لي الهبل اللي انت عملته ده. بعدين ايه اللي انت لابسه ده؟ لابس لي قميص كارو جايب بنطلون قص وعامله شورت وشراب. ايه باش كاتب البحر؟ كاتب البحر. طيب اوعى يخرب بيتك يا مجنون يا ابن الجزمه. لا 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 فارمل يا نجم، الراجل ده تابع واللي يغلط فيه يبقى بيغلط فيا. انت هتذكر علينا ولا ايه؟ يا نهار اسود، ايه يا عم اللي انت عملته ده؟ اطلعوا بره. نطلع بره فين؟ ده شاطئ وكان شاطئ ابوك. يا مش هتطلعوا بره؟ انا هوريكم.
لا لا انت هتهددها يا بنتي ورايا كده، انا اللي هحميكم. هيرجعني لايام الشقاوه تاني، لو قربت من هنا هتتقطع كده 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 جزل وكره اهو. بتعملي ايه؟ ده خطيبي، دي اخرة النجاسة يا ابن الصرمة. اه 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 يا يما خلاص.